عارفة أنت خلاص قصدك على أنهي سؤال دلوقتي. ممكن؟ خلاص اوكي لما نوصل. أوكي طيب نبدأ يا دكاترة. تست 6 obstetric normal and abnormal labor 1E 2A 3C 4A 5C 6D 7C 7. The following is the correct order for the cardinal movement. احنا cardinal movement عارفين ان هي descent engagement وبعدين increase flexion internal rotation extension restitution. يعني هما cardinal movement اللي احنا حافظينهم ليهم order معين, فبنشوف الاوردر بتاعهم ايه في دول. يعني descent engagement internal fixation, ما فيش حاجة اسمها internal fixation فكده ايه غلط. descent flexion engagement طبعا غلط برضو. engagement descent of the flexion internal rotation extension وبعدين external rotation. طبعا كان في restitution مش كاتبينها بس يعني بس الاوردر اللي مكتوب ده صح, لان انت بين كل واحده والتانيه بيحصل مور اند مور ديسنت, فالديسنت ممكن تتكتب في اول بين كل واحده والتانيه عادي. يعني الديسنت دي مستمريه معانا على طول, فانت حتى لو شلت كلمه ديسنت وبصيت على الاوردر انجيجمنت وبعدين فلكشن انترنال روتيشن اكستنشن اكسترنال روتيشن اكسبالشن الاوردر ده صح. فنمبر سي دي معانا. نيجي نمبر دي, انجيجمنت فلكشن ديسنت انترنال روتيشن straightening, لا مفيش straightening هنا فدي مش صح. نمبر دي غلط. نيجي نمبر اي, descent engagement increase flexion external rotation, لا external rotation ما بيحصلش دلوقتي. فبالتالي الوحيده اللي صح في الحاجات اللي هم ادناها لنا هي نمبر سي. في مشكله؟ تمام يا دكتور, هو بس عشان engagement و descent يعني انا فكرت ان لازم descent الاول. ما هو الديسنت مستمر معاكي على طول, انت مع بين كل ستيب والتانية البيبي بي كونتينيو ديسندنج, ات كونتينيو ديسندنج لحد ما يبقى اكسبلد تو ذا اوتسايد. يعني مش ان هي بتحصل وانس في الاول وخلاص, كل ما هم مكمل مع مليونز اللي عمال ينزل. فالديسنت دي ممكن تتحط في اي واحده بين كل واحده والتانية. يعني انت ممكن تقولي ديسنت انجيجمنت ديسنت انكريز فلكشن ديسنت مش عارف انترنال روتيشن ديسنت, يعني كلها في ديسنت اول ثرو. يعني ممكن تبقى صح حتى لو ما قالش ديسنت في الاول خالص, لان الانجيجمنت لازم يحسبها. طبعا ماشي. يعني طبعا يعني ديسنت دي يحطها في اي, زي بالظبط قصه في لما كنا بنشوف الاوردر في البيوبرتي فقلنا الجراس ده مكمل معانا فممكن يحطه بين كل واحده والتانيه غير قصه الجراس بيرت, لكن الجراس نفسه مكمل معانا. يعني شكرا. امل في سؤال؟ معلش يا دكتور, ممكن سؤال رقم 3؟ هو هنا كلهم صح واحنا بنختار اهم واحده اللي هي most muscle contraction وكده؟ The most important factor for the placental separation from its implantation site هو ايه؟ maternal pushing. الماتيرنال pushing ما بيعملش placental separation. الجنتل كور تراكشن لا خالص, بالعكس انت عمرك ما بتعملي كور تراكشن غير لما يحصل ساينز اوف بلاسنتال سيبريشن, لان لو عملنا كور تراكشن بيفور ساينز اوف بلاسنتال سيبريشن ده ممكن يحصل كولد افالجن. فعشان كده احنا بنويت الاول فور ساينز اوف سيبريشن حتى في الاكتيف مانجمنت, وبعدين لما الساينز اوف بلاسنتال سيبريشن اللي هم الجاش اوف بلاد والالونجيشن اوف ذا كورد والسوبرا بيبيك بلج يحصلوا هم اللي ساعتها ببتدي اعمل كنترول كور تراكشن, لكن مش بعمل كور تراكشن قبل ما يحصل الساينز اوف سيبريشن. Uterine smooth muscle contractions دي صح, دي معانا. نمبر دي, هيماتوما فورميشن بين uterine wall and placenta بيحصلش هيماتوما فورميشن, ده هو يعني مش هي دي يعني هيماتوما فورميشن دي حاجه pathological ان هي تحصل. Bundle pressure by the ulnar border of the physician مش هو ده اللي بيعمل لنا placental separation. فهو الحاجة الوحيدة اللي بتعمل placental separation هو uterine contractions اللي موجودة. حتى عشان كده لما بنعمل active management ان احنا عشان نستيموليت uterine contractions انها تحصل بسرعة, ان احنا بندي اجبالكس يعني عشان ال signs of separation دي تحصل بسرعة, فبالتالي تنزل البلاسانتا بسرعة. تمام يا دكتور, شكرا. العفو. احنا كنا وصلنا لرقم 7, قلنا 7 سين. نكمل 8 ايه؟ 8 في حد رفع ايده في 8؟ امل انت رفع ايدك في 8 ولا دي من قبل كده؟ لا معلش يا دكتور انا هنزل ايدي. طيب 8 ايه؟ 9 بي,
9 of the cardinal movements of labor internal rotation achieves which goal. يعني بعد ما بيحصل internal rotation بتعمل لنا ايه؟ ال internal rotation دي البيبي بيبقى في ال normal labor left occipital anterior. لما حصل internal rotation بقى direct occipital anterior عشان ال occipit hinge below symphysis pubis, وبعدين يحصل له delivery by mechanism of extension. فبيعمل flexes the fetal neck, لا brings the occipit to an anterior position. ال occipit بيبقى more to the anterior position اللي هو لأنه بيعمل internal أو anterior rotation عشان ال occipit يبقى direct occipital anterior. فنمبر B دي صح, brings the occipit to a posterior position, لا دي غلط, brings the anterior fontanelle through the pelvic inlet, لا دي ال anterior fontanelle أصلا بتبقى تحت خالص, none of the above, لا هي نمبر B هي اللي صح اللي هو brings the occipit to an anterior position. أوكي okay. معايا دكاترة الناس اللي كانت عايزة 9؟ اه يا دكتور تمام تمام اوكي. 10 سي, 11 اي, 12 سي, 12, 12 سي. according to Friedman زمان شركة 11 افندم 11 11 انا اسف بعتذر لحضرتك, انا اتلخبطت ما بين سؤالين, انا اسف, انا كنت عايزه رقم 14 بس لسه ما جاش, انا اسف. اوكي اوكي طيب 11 اي, 12 سي, 13 سي, 14 دي, 14 station zero describes the relationship between a station zero, يعني ال volt in relation to the level of the ischial spine. هل biparietal مع ال outlet؟ لا, لأن حتى relation بتاعتنا biparietal مع inlet هو ده engagement. biparietal مع ischial spine برضو لا, biparietal مع inlet engagement. lower most portion of the presenting part مع ال pelvic inlet, لا lower most portion اللي هو ال volt ده مع ال ischial spine هو اللي بيبقى station zero. lower most portion and the presenting fetal part of the presenting fetal part and the ischial spine هو ده اللي هو equal station zero. وفي نفس ذات الوقت ده هيبقى ال biparietal diameter past ال plane of the pelvic inlet, وده بنسميه engagement. when the head is seen at the level of the vulvar ring, ده مش station zero. فكده يبقى station zero هي number D اللي هو lower most part of the presenting part at the level of the ischial spine. okay. هي ليه بي غلط يا دكتور؟ بي اللي هو الباي بارايتال دايمتر عند الليفل بتاع الاسكال سباين, لا انت مش الباي بارايتال اللي عند الليفل بتاع الاسكال سباين, اللور موست بارت بتاع الفولت اللي هو الاكسبت يعني بيبقى عند الليفل بتاع الاسكال سباين, هو ده اللي بتقولي عليه ستيشن زيرو. لكن الباي بارايتال ينزل يوصل لحد الليفل بتاع الاسكال سباين, ده مش ستيشن زيرو. يعني ستيشن زيرو دي ليها ديفينيشن ان هو اللور موست بارت بتاع البريزنتنج بارت. فلو احنا بنتكلم في اللي هو فولي فلكسد فيرتكس, فهو الدينومينيتور عندنا الاكسبت. فلو الاكسبت ات ذا ليفل اوف ذا اسكال سباين اللي هي الحته اللاند مارك دي عند الليفل بتاع الاسكال سباين, هو ده اسمه ستيشن زيرو. ولو الليفل ده تحت, يعني لو الاكسبت تحت الاسكال سباين هنقول عليه بلس 1 بلس 2, ولو فوق الاسكال سباين الاكسبت فوق الاسكال سباين بنقول عليه بالماينس, ماينس 1 وماينس 2 كده. تمام. 15 B 15. The following about the importance of the level of the ischial spine is true except it's the level of the levator ini, هو level بتاع elevator ini muscle. The internal os of the cervix lies, لا ده external os هو اللي بيبقى at the level of the ischial spine. عشان كده بنتكلم على كنا البرولابس, لانه الاكسترنال os هو اللي at the level of the ischial spine مش الانترنال os. Obstetric axis changes its direction at this level. Obstetric axis اللي هو بيبقى downwards and backward كويس لحد لما يوصل الليفل بتاع الاسكال سباين, وبعدين يبقى downward and forward عشان ده الاكسس اللي البيبي بياخده يعني وهو نازل. بيبقى الاول downwards and backwards لحد ما يوصل للكونكافتي بتاعت السيكرم عند الليفل بتاع الاسكال سباين, وبعدين يبتدي بالفورسز برضو بتاعت اليوتراين contraction يبقى directed downward and forward, فبياخد زي ال شيب كده. فده فعلا بيحصل عند الليفل بتاع الاسكال سباين. The head is considered engaged if the volt is felt at or below this level. الهيد بنقول عليه engaged لو الفولت اللي هو زي اللي فاتت اللي هو الستيشن زيرو, يعني لو الفولت عند الليفل بتاع الاسكال سباين او تحته, ساعتها بتبقى فعلا باي بارايتال عدى البلين اوف ذا بلفيك انلت, فبنقول ان الراس engaged.
forceps should not be applied when the fetal head is above this level. Forceps أو الفنتوز ما بيبقوش applied غير لو كنا at station zero، لكن لو فوق كده ما بينفعش إن احنا نستخدم instrumental delivery. فبرضه دي معلومة صحيحة. فالوحيدة اللي غلط في دول هي number B اللي هو the internal os of the cervix lies at this level. Okay. دكتور أنا كان قصدي على سؤال رقم 14، هو مش الانجيجمنت دي معناها اللي هي ستيشن زيرو دي انجيجمنت هي نفسها ستيشن زيرو؟ اه. طب دكتور هي في الـ في الـ في النوتس بتاعت حضرتك، هي في الديفينيشن بتاعها كاتب اللي هو باسج اوف ذا وايدست ترانسفيرس دايمتر اوف ذا بريزنتنج بارت ثرو ا بلان اوف بيلفيك انلت. كويس. فانا اخترت الاجابه بتاعت سؤال 14 اخترتها ثانيه اخترتها سي على يعني على يعني اللي هي الانلت، يعني جاوبتها سي عشان في الانلت اللي هو البلفيك انلت. ايوه بس اللور موست بورشن اوف ذا فيتال بريزنتنج بارت اللي هي الاكسيبت. الاكسيبت لو هو عند بلين اوف ذا بلفيك انلت ده الباي بارايتال لسه فوق خالص، ده الباي بارايتال بالماينس، لانه اللور موست بارت دي الراس الحته اللي تحت فوقيها بيجي، لو الراس نازله فوقيها هو الباي بارايتال دايمتر. فكون ان الفولت عند ليفل بتاع الانلت ده الراس لسه نان انجيجد خالص، ده كل الباي بارايتال فوق موجود في البولس بلفس، ما دخلش الترو بلفس خالص. تمام. لان هو الباي بارايتال ثرو ذا بلين اوف ذا بلفيك انلت مش اللور موست بورشن. اللور موست بورشن او الفولت ده بيبقى عند ليفل بتاع الاسكال سباين اللي هو في الوقت ده بيبقى الباي بارايتال عند البلين اوف ذا بلفيك انلت. يعني يا دكتور يا اما الباي 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 ثانيه الباي الوايدست بارت اللي هو الباي الباي بارتال دايمتر ده يكون في ده يكون عند البلبك انلت، او الديفينيشن الثاني اللي هو اللور موست بارت ده بيكون عند الاسكيال سباين. بالظبط بالظبط. هي الديفينيشن هي الديفينيشن هي الباي بارايتال ات ذا ليفل اوف ذا بلفيك انلت. في الوقت ده بيبقى اللور موست بارت عند ليفل بتاع الاسكال سباين اللي هو بنسميه ستيشن زيرو. تمام. شكرا جدا لحضرتك. العفو. في حد عنده سؤال يا دكاتره؟ هاي دي خلاص ولا في حاجه؟ لا تمام يا دكتور شكرا. طب ممكن ننزل ايدنا؟ فاحنا كده قلنا 14 دي 15 بي 16 دي 16 the average blood loss during normal vaginal delivery. يا دكتور معلش افندم 15 هو احنا مش 15 لسه شارحينه ولا ايه؟ ايه المشكله في 15؟ لان انا شرحت كله 15 لا 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 16 اللي عليك دول. The average blood loss during normal deliveries in how many millimeter is how many millimeter؟ قلنا في النورمال فاجينال دليفري بيبقى 500 وفي السيزارين سكشن بيبقى 1000، فهو 500 لان هو ده ريكول، ده في الثيرد ستيج اوف ليبر بيحصل لازم loss of 500 سنتي دم من البلاسنتال سيباريشن، فالجاشو بلاد اللي احنا بنستناه ده بيبقى 500 سنتي دم. انا مش عارفه اشرح فيها ايه لان هو ده ريكول بس. يعني أكمل ولا أعمل إيه؟ تمام يا دكتور. 17 سي 17 سي 18 إي 19 دي 20 دي 21 20 ولا إيه؟ الناس اللي رفع ايدها 20 يا دكاترة ولا قبل كده؟ بس انت عايزة 20 ولا عايزة رقم ايه؟ طب انا هشرح 20 بس هو ساعات مش عايزين حاجة خالص؟ دكاترة في حد عايز حاجة لحد رقم 20؟ خلاص دكتور هي نزلت ايدها. اوكي 21 سي 21 all the following are causes of non engagement in the last 4 weeks in primary gravida except contracted pelvis
contracted pelvis ده هيبقى سبب طبعا انه الراس ما يحصلهاش engagement عند 36 اسبوع. pelvic tumors دي برضو space occupying lesion فممكن تخلي انه الراس ما يحصلهاش engagement عند 36 اسبوع. previous cesarean section scar دي مش space occupying lesion ولا يعني دي مش هتمنع انه يحصل engagement. هيدراميوس هيدراميوس يعني ميه كتير حوالين البيبي فده ممكن البيبي يبقى عايم فيه فيمنع او يعني كل شويه بيغير البوزيشن بتاعه لانه ما بيثبتش على ان هو يحصل له انجيجمنت. مالتيبل بريجنسي طبعا لو في اكتر من فيتس هيبقى ممكن ان هو يحصل ديليد انجيجمنت عشان يعني الراس بتاع بيبي تبقى منع ان البيبي التاني ينزل او كده. لكن هو previous cesarean section scar ما بتغيرش اي حاجه في الاناتومي بتاع البلفس او الستراكشرز اللي تخش جوه البلفس. ف previous cesarean section scar ملهاش علاقه في انها تمنع الانجيجمنت يعني. اوكي تمام. 22 دي 23 سي 24 سي 24 crowning is best defined as when the greatest diameter of the fetal head comes through the vulva. طبعا ده مش crowning لان احنا crowning ده اللي هو يدوب ان هو الراس بتبان او الفيتال سكالب بتبان through the vulval ring. لكن لو البايبرايتال كمان باست خلاص يبقى انا عامل ابيزيوتومي ليه ولا لو ما هو اوسع حته عدت. فالcrowning اللي هو يدوب بيبان زي بالظبط ما بنلبس ما بنحط crown يعني. When the presenting part reaches the pelvic floor ده مش crowning ده لسه ما شفتش حاجة بره. فالcrowning ان انا لما بشوف الفولت او بلاقي ان البرينيوم ده الفالفر رينج start to bulge in front of the fetal head فبلاقي ان هو بقى الفالفر رينج ده عامل زي الكراون على الفيتال هيد. When the perineum bulges in front of the fetal head ده صح number C. When the head is delivered ده طبعا مش crowning. When the fetal head is visible at the vulva لا مش just visible لان هي بتبان وبعدين بتبتدي ان هي تنزل to descend more while I'm keeping طبعا الflexion region maneuver بسupport للperineum لحد ما يحصل crowning. once ان حصل crowning اللي على ال head to extend فهي when the perineum bulges in front of the fetal head يعني مش ان the fetal head is just seen لا كمان الاقي البرينيوم او الفالفر رينج ابتدى ان هو يحصل له dilatation او يبلج in front of the fetal head ده اللي اسمه crowning. اوكي اوكي طب يعني الفالفر رينج ده all around the fetal head ما هو اني حته من الفيتال هيد ما الفيتال هيد ده من اول يعني حته فوق زي اول لحد تحت البايبرايتال ما كل ده اسمه فيتال هيد اني حته من الفيتال هيد ما هو ما ينفعش يبقى البايبرايتال لان لو البايبرايتال بقى الفالفر رينج على البايبرايتال ده ما اسموش كراوننج ده بعد الكراوننج فاحنا الكراوننج ان هو جاست يحصل بلج للفالفر رينج على الفيتال هيد الفيتال هيد اللي هي الحته اللي فوق لكن ما توصلش لحد البايبرايتال دايمت يعني ايه غلط علشان مش بس بيبقى فيزيبل لان فيزيبل ده من اول ما يبان ده اللي هو لسه ما بقاش بلجنج ده انت مجرد انك انت شفتيه فشفتيه ده مش لازم يكون وصل لحد الفالفر رينج اصلا تمام يعني لازم يبلج لازم يبلج طب لازم يبلج تمام شكرا يا دكتور العفو في حد عايز يسال حاجه في حد رافع ايده خلاص طيب 25 اي 26 25 a partogram is used for assessment of هو بيأساس ال progress of labor ال partogram maternal well being لا هو ال progress of labor fetal well being برضو لا هو مش assessment of fetal well being هو آخرنا بنسمع fetal heart sound لكن مش well being fetal condition after delivery partogram ده the progress of labor placental insufficiency برضو لا a progress of labor هو ال partogram بيأساس ال progress of labor. في سؤال يا دكاترة هنا؟ لا تمام يا دكتور. 26 بي 27 بي 27 لا سوري يا دكتور معلش 26 26 the most dangerous consequence of delivering the placenta by cord traction اللي هو inversion احنا قلنا حتى بنويت for signs of separation عشان ما يحصلش inversion لان انا لو قعدت اشد على البلاسنتا وهي لسه ما حصلهاش separation ممكن اليوترس ينزل معايا او يحصل له inversion عشان كده برضو بنبقى ايد بتعمل controlled cord traction والايد التانية بتعمل supra pubic upward movement عشان to prevent ال uterine inversion
فايه الموز دينجرس كونسيكونس اوف ديليفرينج اوف بلاسنتا باي كور تراكشن؟ هل اندوميترايتس؟ لا ده ما بيعملش انفكشن. يوتراين انفيرجن طبعا دي معانا. كورد افالجن ده مش دينجرس كونسيكونس. احنا هو عايز دينجرس كونسيكونس اوف ديليفرينج ذا بلاسنتا باي كور تراكشن، اتس نوت كورد افالجن. هو اليوتراين انفيرجن هو ده اللي دينجرس، لكن كورد افالجن ده كومبليكيشن لكن نوت ذا موست دينجرس. سيرفايكال لاسيريشن ملهاش شوك او انفكشن او اي حاجه. يعني ايه شوك او انفكشن او اي حاجه؟ طب اكمل بس عشان لو أوكي. الناس تانية كانت عايزه السؤال. سيرفايكال لاسيريشن مالوش علاقه، فاجينال لاسيريشن مالوش علاقه، فبالتالي هما التو كومبليكيشنز اللي ممكن يحصلوا من الكور تراكشن هو ممكن كورد افالجن ويوتراين انفيرجن. بس هو بيقول لي موست دينجرس كونسيكونس، يبقى طبعا اليوتراين انفيرجن لان هي دي مور دينجرس عن الكورد افالجن. لان لو كورد افالجن انا هخش اعمل مانوال ريموفال اوف ذا بلاسنتا او مانوال سيبريشن اوف ذا بلاسنتا، لكن اليوتراين انفيرجن هو ده اللي ممكن يبقى شوكي زي ما بتقولوا. وده اللي هيحتاج ان احنا نعمل يعني بروسيدير عشان تو ريتيرن باك اليوتراين انفيرجن زي ما هناخدها ليتر اون الماجم بتاع اليوتراين انفيرجن. فايه بقى هنا السؤال؟ انا بس كنت مش عارفه هي ليه مش كورد افالجن ففهمت دلوقتي. شكرا يا دكتور. اوكي 27 انا لسه ما قلتش اي حاجه خالص، فتفضلي يا امل. عايزه ايه؟ انا عايزه اسال يعني ايه هعمل مانيوال، هشيل البلاسينتا مانيوال ازاي؟ بسيزيريان ولا لا؟ مانيوال سيبريشن اوف ذا بلاسينتا يعني انت بتخشي بايدك وتروحي انت يعني ثرو بي في والسيرفكس، ما هو اوبن، ما لسه السيرفكس بيتنت، فبتخشي مال السيرفكس هنا لسه وايد اوبن عشان كده البلاسينتا بتباس ثرو ات. افرضي حصل كورد افالجن فهنعمل ايه؟ فبتخشي بايدك وبتعملي سوينج موفمنت كده عشان نشيل البلاسينتا. ده هناخده في الريتيند بلاسينتا بتاع كومبليكيشن اوف ثيرد ستيج، بس بنخش بايدينا وان احنا نعمل سيبريشن اوف البلاسينتا تبقى انتيرير والمايوميتريم هيبقى بوستيرير لينا، ونعمل سيبريشن اوف ذا بلاسينتا باي بي في او مانوال سيبريشن اوف ذا بلاسينتا فاجينالي عادي يعني. تمام يا دكتور شكرا. 27 بي 28 اي 27 ولا 27 in absence of gross pelvic abnormality cephalopelvic disproportion can be diagnosed by a. يعني ازاي اقدر ادياجنوز كيفالو بالفيك ديسبوبوشن لو باي اكزامينيشن ما كانش فيه جروس انومالي موجوده في البلفس؟ هل باي التراساوند؟ التراساوند مش بيدياجنوز كيفالو بالفيك ديسبوبوشن. ترايل اوف ليبر، ترايل اوف ليبر يعني دي معانا طبعا. اكس راي بالفس ما بنعملش اكس راي في كيفالو بالفيك في واحد ست حامل. سي تي بالفيمتري اكيد ما بنعملش سي تي. ام ار اي، ام ار اي بيبين سوفت تيشو مش بيبين بونز، فبالتالي من دول اللي تعمل لنا تدياجنوز كيفالو بالفيك ديسبروبوشن هي الترايل اوف ليبر. لانه لو هو ما فيش ديسبروبوشن هتقول الطبيعي، لو في ديسبروبوشن هو ده اللي احنا بندي ترايل اوف ليبر، ولو في سيفير يبقى ساعتها مش هتولد. فالترايل اوف ليبر هي دي اللي بتوضح لنا الكيفالو بالفيك ديسبروبوشن. تمام شكرا يا دكتور. 28 اي 29 سي 29 the following are true regarding a cephalopelvic disproportion test except the fetal head is the best pelvimeter. طبعا ده صح. Emptying the maternal bladder is an important prerequisite for doing the test. لازم تبقى البلادر فاضيه والا هتوكيباي مكان في البلفس وانا بنزل راس البيبي، فانا مش عايزه المكان ده يبقى فيه يورين يعني، فلازم امتي الماتيرنال بلادر. In moderate disproportion vaginal delivery is expected. لا هو مش expected vaginal delivery، هي vaginal delivery expected في mild disproportion. في المودريت انا بدي trial of labor ممكن انها يحصل delivery او لا، لكن ما اقدرش اقول ان vaginal delivery is expected. هي expected بس في mild disproportion، لكن في المودريت ده بندي trial اللي هو 50% تولد الطبيعي او 50% تبقى قيصري، وطبعا في severe disproportion ده بيبقى cesarean section. If the fetal head يبقى number C دي غلط. If the fetal head overrides the symphysis pubis cesarean section is best method of delivery. طبعا دي صح برضو. Penile test right hand is placed on symphysis pubis برضو دي صح. فالوحيدة اللي غلط من كل دول هو عايز الغلط هي number C. In moderate disproportion vaginal delivery is expected. لا vaginal delivery expected في mild disproportion مش في moderate. اوكي okay.
30E، 31E، 32A، 33B، 33. Baby 3.8 kilogram infant is delivered vaginally. Shoulder dystocia was encountered. If neonatal injury is suspected, what's likely to finding is a fetus. فطبعا واحنا بنعمل shoulder dystocia بنشد على بنحاول ان احنا نشد على الفيتال نك عشان نولده. فايه الاكسبكتد ان هو يحصل؟ اكتر حاجه اكسبكتد ان هو انا عامل compression على البريكيال بلاكسس فهيجي له Erb's palsy. Erb's palsy ده اللي هو بيبقى internal rotation of الارم internal اللي هو بوليسمانتي بوزيشن، فهو ده اللي بيعمل الارش بولسي بيجي بالمنظر ده. فهل هيبقى الارم is fixed and flexed and fixed and flexed and hypertonic، ولا arm is at its side and internally rotated، ولا arm dislocation، ولا ape hand، ولا dislocated elbow؟ هي most likely هيبقى Erb's palsy عشان الكمبريشن بتاع السيرفايكال بلاكسس، فبالتالي بيبقى الوصف بتاع Erb's palsy اللي هو internally rotated arm عشان اللي هي بنقول عليها ساعات بوليس مان تيب بوزيشن. اوكي 34 بي 34 regarding contraction ring all the following are true except it's felt vaginally. صح contraction ring ده spasm في الانر سيركيولر muscle fibers، فطبعا هتبقى felt vaginally. It's not seen abdominally يعني لان retraction ring هي اللي seen abdominally. It's seen abdominally لا contraction ring بتبقى بس felt vaginally لكن مش seen abdominally، فنمبر بي غلط. It's relieved by deep anesthesia. يعني بندي spasmolytic يعني بندي deep anesthesia أي حاجة تعمل relaxation للسبازم اللي موجود في the smooth muscle fibers. Number G it's associated with retained placenta. It may be associated with retained placenta لو حصلت هذا contraction ring بعد delivery of the fetus هيمنع إنه placenta تبقى delivered لأن عاملة spasm في the circular muscles فتمنع delivery of the placenta. It can occur in any part of the uterus. It can occur in any part في موجود في inner circular muscle fibers سواء في السيرفكس او في اليوترس لان كل دول فيهم inner circular muscle fibers ممكن يحصل فيهم contraction ring. فالوحيده اللي مش صح في دول هي it's seen abdominally لان هي it is not seen abdominally. اوكي دكتور هو انا كان قصدي على سؤال 32. 32 a 30 years old woman comes to in active labor at 40 weeks gestation. Delivery of the fetal had occurred but the shoulders don't deliver with the normal traction. يعني جالها shoulder dystocia. The fetal head is retracted towards the maternal introitus اللي هو turtle sign بتموف in يعني شوية جوه كده in between contraction. A first useful نحن نعمل MacRobert. Hyperflexion maternal thigh هو ده وصف MacRobert فأكيد هعمل MacRobert أول حاجة. Number A دي صح fender pressure؟ لا fender pressure ده هيزود ال shoulder impaction فده غلط. Intentional fraction of the fetal humerus دي مش أول حاجة بنعملها، حتى لو هنفراكشر بنفراكشر clavicle مش اليومرس. اليومرس مالهاش علاقة، clavicle هي اللي ممكن تقلل البيس acromial diameter. Delivery of the anterior shoulder ده لا، لأن حتى لو بنحاول بنعمل posterior shoulder وده مش الفيرست useful move maneuver. First useful maneuver بيبقى ماك روبرت اللي هو الهايبرفلكشن اوف ذا maternal side. Rotation of the fetal head دي مش الفيرست useful maneuver بتتعمل. First useful maneuver اللي بتتعمل هي hyperflexion of the maternal thigh اللي هو الماك روبرت. شكرا. 33B 34B 33 ولا 34 ولا احنا 33 شرحناها قبل كده و34 برضو شرحناها. طيب 35A 35 A 35 years old Gravida 4 para 3 at 36 weeks gestation presents to ER with frequent painful contraction. PV cervix is fully dilated. The head is station plus 2. Labor may be associated with all the following except يعني خلاص plus 2 يعني دي عدت خلاص دي عند crowning يعني او خلاص دي الراس عدت كل البونز. ف all the labor may be associated with all the following except higher instance of cesarean. أكيد لا دي خلاص الرأس عدت كل البونز فمش ممكن هتعمل هي cesarean section عند الوضع ده. فده دي least فده ما دي معايا يعني. fetal intracranial hemorrhage ممكن البيبي يبقى عنده fetal intracranial hemorrhage أو يجيله لو وقع أو كده يعني ممكن.
فيتال بيرث انجريز برضو ممكن يحصل فيتال بيرث انجريز عملت تراكشن عليه، ممكن اتونيك بوست بارتم اي حاجه لسه هتيجي ممكن انها تحصل. انا بس الحاجه اللي مش اكسبكتد ان هو سيزارين سكشن لانه اوريدي هو عدى البونز، فليه اعمل سيزارين سكشن؟ لكن كل الباقي ده فيتال البيبي يجي له انتراكرينيال هامرج، يجي له بيرث انجريز، كل ده حاجه لسه فيوتشر، كل حاجه ممكن تحصل فيوتشر. لكن الباست هو انه عدى البونز، فبالتالي مش ممكن يبقى فيه انسنس اوف سيزارين سكشن. تروماتيك ولا اتونيك بوست بارتم كل دول ممكن يحصلوا، لكن الوحيده اللي مش اكسبكت انها تحصل هو هاير انسنس اوف سيزارين سكشن. اوكي شكرا يا دكتور. 36 بي 37 سي 38 اي 39 اي 40 سي 41 اي 42 سي 42 34 years old grabbed the 3 para 2 was in second stage of labor for an hour. On examination cervix is fully dilated and the head is left occipital anterior. يعني لسه الراس حتى ما لفتش، لان المفروض ان الراس تبقى هنا direct occipital anterior عشان تعمل extension، فهي لسه الراس ما لفتش. Station minus 1 يعني كمان مش engaged. Caput succedaneum and severe molding is noted. يعني واضح انها دخلت كده في obstructed labor لان هي fully dilated كويس، وفي second stage بقى لها ساعه وهي اصلا multi يعني مش بنقلعه اكتر من كده، فهي دي obstructed لان الستيشن لسه مش engaged لسه عاليه. Fetal heart rate normal ومادر از اكسوست موس ابروبريت ايم، دي obstructed labor فالمانجمنت بتاع الobstructed labor. فورسبس ما ينفعش لان ما ينفعش ابلاي ولا فورسبس ولا فنتوز، يعني اي operative vaginal delivery لازم تبقى الراس engaged، ما تبقاش ان هي بالماينس ماينس 1. فاي وبي ما ينفعوش. emergency cesarean section لان cesarean section بيتعمل هو ده التريتمنت بتاع الobstructed labor. ستارت اوكسيتوسن دي كده هترابتشر لان دي obstructed labor، لو انا اديت لها اوكسيتوسن هيحصل رابتشر. Wait and watchful expectancy يعني ما انا استنينا ساعة، ما هو ما بنستناش أكتر من ساعة في السكند ستيج للمالتي وساعتين للبرايمي، فبالتالي يبقى الإجابة هنا cesarean section لأن دي obstructed labor. أوكي دكتور، هو الكابت ساكسيدينيوم ده يعني إيه؟ كابوت اللي هي سكالب إديما، السكالب إديما أنا ممكن يبقى فيه compression للفيتال هيد فنبقى false impression انه الراس تحت ستيشن متقدمه بلس، يعني بالرغم ان البونز نفسها بتبقى فوق، فده اسمه كابوت يعني سكالب إديما نتيجه للكمبريشن اوف ذا سكالب اجينست السيرفكس فور ا لونج تايم. تمام كده يا دكتور ميرسي. 43 بي 43 25 years old gravida 1 para 0 at 39 gestation presents in active labor. Cervix 5 centimeter fully effaced, the presenting part station 0, membranes intact 2 hours later, cervix is 5 centimeter, يعني بعد ساعتين وهي primary برضو لسه 5 سنتي. Despite she is contracting regularly every 4 minutes, هو المفروض الcontraction تبقى every 3 minutes، فكده أنا محتاجة أن أنا أعمل augmentation عشان أوصل لي contraction efficient كل 3 دقايق، وفي نفس الوقت برضو يحصل لنا dilatation اللي هي 1 centimeter per hour. طيب انا محتاج اعمل اوجمنتيشن، اوجمنت ازاي؟ هي انتكت ولا رابتشر ميمبرنز؟ هو ما قاليش ان هي رابتشر ميمبرنز، فبالتالي باي ديفولت تبقى انتكت الا لو قال لي ان هي رابتشر ميمبرنز، يبقى ابتدي ان انا اعمل اول حاجه امنيوتومي. لو كانت اوريدي هي رابتشر ميمبرنز كنت هدي اوكسيتوس، فهل هعمل سيزاريان؟ لا، المفروض ان انا اعمل لها اوجمنتيشن رابتشر ميمبرنز لان هي انتكت. هو ما قاليش ان هي رابتشر ميمبرنز، ده هو قال لي هي سبيسيفايد ان هي ميمبرنز ار انتكت، فبالتالي بعمل لها رابتشر ميمبرنز. Insertion of bladder catheter to assess fetal head descent. لا، oxytocin augmentation. لا، بنعمل الأول الممبرينز وبعدين لو لسه ما جالهاش efficient contraction هو اللي ساعتها أعلق لها oxytocin. Analgesics and watchful expectancy. ده لو كانت بتدايليت كويس أو عندها efficient contraction، لكن هي لسه ما عندهاش efficient contraction، فبالتالي هنا هعمل لها rupture membranes. أوكي؟ ازيك يا دكتور؟ أنا آسف بس عندي سؤال في السؤال دوت. اتفضل. حضرتك انا كنت فاهم ان 4 دقايق ديت معناه اللي هو كده الكونتراكشن بتحصل كتير او ورا بعض، يعني كده انا محتاج اقللها. انا فاكر المفروض تحصل كل 10 دقايق يكون 3 كونتراكشن. طيب ما هي كل 10 يعني في ال 10 دقايق يحصل 3 كونتراكشن، يعني معنى كده بتيجي الكونتراكشن كل قد ايه؟ يعني انت كده في ال 10 دقايق هيبقى عندك كام كونتراكشن؟ اذا كان بيجي لك واحده كونتراكشن كل 4 دقايق، يعني في ال 10 دقايق هيبقى عندك 2 ونص مثلا او اتنين، مش كده ولا ايه؟ مش هتكمل تلاتة لان التلاتة هيجوا في ال 12 دقيقة. طيب
تمام كان شوف يا دكتور 44 بي 45 اي 46 بي 46 32 years old gravida 1 para 0 at 42 weeks gestation presents with frequent strong uterine contractions. She has been seen 24 hours previously with 2 cm cervical dilatation, 70% effaced, vertex minus 1. She was admitted now with 3 cm dilatation, 80% effaced. يعني حصل اهو improvement لان دلوقتي بقت 3 سنتي dilated. كانت she has been seen, she was admitted. على اشياء ما قاليش امتى دي كانت من 24 ساعة. 80% هو طبعا دي admitted في latent phase ليه عشان هي past date يعني لانه هي دي مش لو كانت ما كانتش past date ما كناش هنعمل لها admission وهي في latent phase فاحنا هنا عملنا لها admission عشان هي past date يعني اكتر من يعني وصلت ل 42 اسبوع فpast date محتاجة ان احنا نعملها termination مش هنستنى عليه اكتر من كده عشان كده هي admitted وهي لسه في latent phase يعني قبل 4 سنتي cervical dilatation. Here she was admitted at 3 cm cervical dilatation, 80% effacetation minus 1. وعملنا amniotomy عشان augmentation وكمان oxytocin عشان برضو augmentation. After 4 hours, كانت الأول 3 سنتي و 80% minus 1. بعد 4 hours, 3 سنتي برضو و 90%. يعني حصل لها progress بس أقل. أي بس أقل. لكن هي already on augmentation. طب on augmentation يبقى أنا مش هقدر أن أنا أعمل لها حاجة أكتر من كده يعني أنا هكمل زي ما إحنا طالما أن she is progressing even if she is slowly progressing but she is progressing. لو كانت total arrest of labor هو اللي كنت هجو for cesarean section بس so long أن هي she is progressing ف I will continue on the same management اللي هو oxytocin. هل هعمل cesarean؟ لا cesarean لو كانت هي arrest بس هي كانت الأول 80% دلوقتي بقت 90% ففي progress continue observation on oxytocin R لأن she is progressing في number B دي معانا discharge home with follow up in 3 days طبعا مش منطقي خلاص prostaglandin ما بنديش prostaglandin for augmentation only for induction وهي دي احنا عايزة augmentation لأن هي already 3 سنتي dilatation فما فيش role للprostaglandins هنا epidural analgesia ده هيقلل أكتر وهي already progress slow فبالتالي epidural هتبقى مستبعدة يبقى بالتالي number B اللي هي continue observation on oxytocin. دكتور معلش بس هو هي مش كده قعدت في latent phase 24 hours قبل ما عملها أي حاجة وبعدين لما عملت لها amniotomy واكسيتوسن فضلت 4 hours كمان في latent phase هو مش ده كتير قوي؟ أيوة يعني أعمل إيه ما احنا بنقول إن هي she's progressing slowly فنعمل إيه؟ ليه ما نعملهاش C-section؟ ما فيش اي مشكله خالص بس هو ده مش الافيدنس بيز لان هي امال لو كانت هي ارست يعني ما بيحصلش اي بروجريس يعني كانت فضلت 80% كنت هتعملي لها ايه يعني من 80 90% ده بروجريس انت شايفاه بروجريس ولا مش بروجريس اوكي شكرا يعني خلاص انا متاسفه ان انا يعني very below your expectations بس هعمل ايه اوكي يعني كله بتحسسني هو خلاص هناخدك على قد عقلك بقى وهنعمل ايه بقى طب ما لا يا دكتور انا قلتش كده ما هو بيبان بصي يعني الاتيتيود اللي هو اوكي ماشي طب خلاص انت دكتور 10% والسيرفايكال دايليتيشن ما حصلش فيه اي حاجه وهي قاعده وقت طويل جدا براحتكم والله العظيم براحتكم زي ما انتم عايزين يعني انا بقول لكم انه في بروجريس سلو بروجريس فبنكمل على نفس المانجمنت عايزين تعملوا مانجمنت ثاني اعملوا اللي انتم عايزين اعملوا اللي انتوا عايزين خلاص انا ما هعمل ايه طيب اعملوا اللي انتوا عايزين امال ايه الفرق لو جت ان هي نفس الفحص بالظبط كنا ساعتها هنعمل ايه يعني لو هي 80% وماينس 1 و3 سنتي 80% ماينس 1 3 سنتي كنت هعمل لها ايه ولا هما الاثنين زي بعض سلولي بروجريسنج زي نون بروجريس يعني ارست زي البرولونج خلاص لو انتوا شايفين ارست زي برولونج خلاص ما انا فشلت ان انا افهمكم انه البروجريس غير السلولي بروجريسنج ده اتس ديفرنت عن الارست الاثنين مختلفين فكل واحده ليها مانجمنت مختلف لان هي الاثنين ديفرنت دياجنوزس واحده اسمها برولونجد ليبر عشان سلو بروجريس واحده اسمها ارست اوف ليبر عشان ما فيش بروجريس فالاثنين ليهم ديفرنت مانجمنت انتوا مش مقتنعين بكده مش هعرف اعمل اي حاجه ثانيه والله انا اسفه مش هعرف اعمل حاجه ثانيه دكتور هو السؤال ده أنا كنت حلها غلط بس يعني اقتنعت جدا بشرح حضرتك يعني طيب أنا مستنية ها يا دكتور والله إحنا بنسأل بس بنحاول نفهم إنما أكيد إحنا والله أنا مش معترض ما أنا عارفة أنكم بتحاولوا تفهموا أنا اللي بيضايقني مش أنكم عايزين تحاولوا تفهموا أمال أنا بعمل القصة دي ليه لو أنا
مش عايزاكم تفهموا. ما هو انا بحاول برضو ان انا افهمكم، انا بتضايق ان انا في الاخر بفشل ان انا افهمكم وانتوا بتفشلوا انكم تفهموا مني. هو ده محدش قال كده. ازاي ده هو في ايه بس؟ ما هو يعني محدش قال كده يا دكتور. 90 من 80. طب خلاص يا دكتور خلاص. طيب نكمل يا دكاتره لان احنا محتاجين ان احنا نكمل. 47 سي اتفضل يا محمد، انت رافع ايدك من الاول، انا ما خدتش بالي، انا اسف. اتفضل دكتور. هو احنا لو في سلو بروجريشن الحاله الوحيده اللي بندخل فيها سيزيريان لو في كومبليكيشن صح؟ لا انت هتخش لو في كومبليكيشن، ايفن لو هي شي از نوت سلولي بروجريسنج، شي از بروجريسنج ويل، وحصل كومبليكيشن يبقى هتتدخل. انت مش بتتدخل عشان هو شي سلولي بروجريسنج اند حصل كومبليكيشن. انت ايفن لو في كومبليكيشن ويزاوت حتى السلو بروجريس، ايفن ايف شي از بروجريسنج يعني نورمالي برضو هتدخل. يعني كومبليكيشن دي في حد ذاتها از انديكيشن انك انت تتدخل، whether she was slowly progressing او not slowly progressing. طيب تمام شكرا. طب يا دكتور لو سمحت، والتغير اللي ما حصلش في الستيشن اللي هو فضل يعني سالب واحد في كل الوقت ده، ما هو ده سلو، ده فيري سلو. ايوه ما انت ممكن تري اساس يور سيلف في كيفالو بالفيك ديسبوبشن ولا لا، لكن على الداتا دي طالما هو ما قالش، ما قالش يبقى ما فيش. لو كان قال لك في كيفالو بالفيك ديسبوبشن طبعا حتى هتنترفير، لكن هو ما قالكش. وهو اصلا في الليتن فيز ما هو اكسبكتد ان هو البروجريس يبقى سلولي، هو بيبتدي يبقى الكيرف بتاعنا يعلى او اكسلريشن وكده في الاكتف فيز. تمام يا دكتور متشكر جدا. 47 سي 48 47 سنة جرافيدا 2 بارا 1 at 39 week gestation complains of pain for uterine contraction every 3 to 4 minutes. يعني انه كده طبيعي لان هو كل 3 ل 4 دقايق في ال 10 دقايق هتبقى عندها 3 contraction. she had epidural and her cervix epidural ده بي slow the progress of labor، فبالتالي احنا بندبل التايم. يعني لو هي مثلا بنويت for 1 hour في ال يعني لو قلنا 1 centimeter per hour في البرايمري، يبقى طالما ان هي معها epidural يبقى 1 سنتيمتر per 2 hours في البرايمري، لانه الابيدورال بيسلو البروجريس اوف ليبر فبندبل التايم بتاعنا. ف she had epidural her cervix change من 5 ل 6 سنتي over 2 hours، يعني ده normal لانه هو حصل لها في ال 2 hours 1 سنتيمتر عشان هي epidural. لو كان من غير epidural كان هيبقى change من 5 to 6 سنتيمتر over 1 hour، لكن الابيدورال بندبل التايم سواء للبرايمري او للمالتي. موست ابروبريت مانجمنت بلان هيبقى ايه؟ سيزارين لا، شي از بروجريسنج نورمالي، فانا بكمل عادي. انترافينوس برضه انا مش محتاجه اوجمنتيشن، شي از بروجريسنج نورمالي. اوبزرف فور يوتراين كونتراكشن، لان هو شي از بروجريسنج نورمالي، هي حصل لها دايلاتيشن 1 سنتيمتر بير 2 اورز عشان هي مركبه ابيديورال. اورا بروستاجلاندين، بروستاجلاندين مش بنستخدمه خالص فور اندكشن، اتس اونلي فور اوجمنتيشن، سوري اتس اونلي فور اندكشن. فيتال بي اتش مونيتورنج لا، فهو تبقى اوبزرف يوتراين كونتراكشنز. اوكي تمام يا دكتور، انا كنت مفكره محتاجه اوجمنتيشن. تمام يا دكتور، انت هو طالما لو كانت من غير الابيديورال كنت كانت هتبقى فعلا محتاجه اوجمنتيشن، بس طالما ان هي مركبه ابيديورال، ابيديورال بيسلو داون البروجريس، فاحنا بتستنى دبل التايم. فيعني شي ماي بروجريس هاف اللي انت اكسبكتد من غير ابيديورال. طب انا عندي سؤال تاني، مش يعني ايه لازمه الابيديورال في الحاله دي؟ هي ليه عامله ابيديورال؟ عشان بين في اليوتراين كونتراكشن، ما انت ان ليبر بتبقى عندها جوه في مليمتر ميركري، يعني في بريشر شغال فبتبقى بينفل. فبدل ما تقعد هي من 16 ل 18 ساعه ان بين، فانت ممكن تقعد هي 24 ساعه بس يبقى من غير بين. تمام يا دكتور شكرا. دكتور معلش فيتال بي اتش ده في الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج، ان احنا بنشوف البي اتش هل هو اسيداتك ولا لا. احنا ممكن ناخد سامبل من السكالب بتاعه البيبي عشان نشوف في اليمنت اوف اسيدوزس، فلو في اسيدوزس ده معناها فيتال هايبوكسيا. ده في الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج هنبقى ناخده، لكن ده عشان تعمل اسسمنت اوف فيتال ويل بينج. اتفضل يا لينا. لو كان هي مش واخده epidural بس هي عندها contractions مكتوب every 3 to 4 minutes، برضو كنت هدي oxytocin every 3 to 4 minutes وعندها ال cervical changes حصل 1 centimeter only in 2 hours، كنت ممكن تحطي oxytocin. او الاول هتعملي لها rupture membranes if the membranes are intact، لانه every 3 to 4 minutes ما هي it's 3 or 4 minutes ما هي it can be normal و it can be slow.
فانت هتعتمدي على ايه؟ طيب على الريت اوف دايلاتيشن حصل قد ايه. فهو لو 1 سنتيمتر بير اور كانت هتبقى نورمال، لكن لكن اقل من 1 سنتيمتر بير اور او 1 سنتيمتر افري 2 اورز فهو ده less than normal، فمحتاجه انك تعملي augmentation whether كان بقى ب rupture of membranes لو ما كانتش ruptured، او انك انت تعلقي لها اوكسيتوسين لو هي rupture membranes. يعني يا دكتور ما خافش انها تبقى hyper؟ ما هو قال لك ان هي only 1 سنتيمتر every 2 hours. طب ما هو قال لك 3 to 4 يعني 1 contraction every 3 to 4 minutes، لو every 3 minutes هتبقى normal، لو every 4 minutes دي hypo، فانتي هي كده ولا كده. فانا عايزاه يقول لي بالدايلاتيشن، هو ده اللي هيوضح لي قوي اذا كانت فعلا دي افيشنت ولا لا. فهو راح قايل لي بقى بالدايلاتيشن هنا، فلقيتها نورمال لانها مركبه ابيديورال. لو شلنا كلمه ابيديورال هتبقى لا مش نورمال، هبقى كده محتاجه لها اوجمنتيشن. تمام شكرا دكتور. دكتور طب انا عندي سؤال بس، وحضرتك بتشرحي حضرتك قلتي احنا بنشوف ايه اللي موجود ونعمل، يا اما ان احنا بنعمل اميوتومي او بنعمل اوجمنتيشن، بس انا باي ديفولت في دماغي اعمل انهي؟ لا ثانيه واحده، هو ثانيه واحده بس، هو الاثنين دول اوجمنتيشن اللي هو سواء اميوتومي او اوكسيتوسن. فاحنا بنبتدي بالاميوتومي لان هو دي بريفيرد، لان ده اندوجينس ما اديتيهاش حاجه اكسترنال. لو هي كانت رابتشر ميمبرنز يبقى ساعتها انت بتعلقي اوكسيتوسن. تمام ميرسي جدا يا دكتور. 48 سي 48 32 years old is admitted to labor 39 weeks 2 days in the second pregnancy. She is having regular painful contraction on examination cervix 4 cm dilated. Her membranes are intact. She wishes to have natural birth as much as possible. The midwife is intermittently auscultating a fetal heart sound which is normal. 2 hours later بقت 6 سنتي دايليتد، يعني ده يعني حصل لها هي سكند جرافيدا، يعني هي مالتي، و ان 2 اورز حصل لها 2 سنتيمتر دايليتيشن انترميتنتلي اوسكالتيتنج. طيب يعني هي كده البروجريس بتاعها يعني ممكن نقول نورمال، بس يعني كان ممكن يبقى احسن من كده. بس هو كاتب لك جمله ان هي she wishes to have a natural birth as much as possible. خليها في الاعتبار بتاعنا. What do you plan for the care of this lady? Artificial rupture membranes. هو طبعا لو كانت هي مش عايزه natural birth as much as possible كنا هنعملها artificial rupture of membranes، لكن هي عايزه natural birth as much as possible. فبالتالي لو احنا عملنا لها artificial rupture membranes ده مش هيبقى natural، فدي عشان كده احنا ما يعني ما اخترناهاش. Cesarean section اكيد لا، she is progressing اصلا. Continue current management يعني we will continue current management. كمان CTG، CTG مش محتاجينه طالما انها ولا rupture membranes ولا فيها اي حاجه، she is not high risk، فمش بستخدم ال CTG غير للhigh risk. IV antibiotics ما فيش اي indication، ده هي intact membranes فمش محتاجه IV antibiotics. فبالتالي لو كانت هي شال الجمله بتاعت natural birth دي كنت هعمل لها artificial rupture of membranes، لان she was dilated 2 سنتيمتر per 2 hours، وهو كان المفروض تبقى 3 سنتيمتر per 2 hours عشان هي multi para. لكن طالما هي عايزه natural birth as much as possible انها تمشي في slow progress بتاعها، لان she is progressing already slowly بس she is progressing، فممكن ان انا ما اعملهاش rupture of membranes واكمل ال current management بتاعها. اتفضل يا محمد. دكتور هو طبيعيا الرابشر اوف ميمبرين بيحصل امتى؟ يعني ممكن اوصل للسكند ستيج هو طبيعي؟ لا هو الطبيعي بيحصل في السكند ستيج، هو الطبيعي رابشر اوف ميمبرينز بيحصل في بدايه السكند ستيج مش في الفيرست ستيج خالص. فاي رابشر اوف ميمبرينز بيفور ذا اونست اوف فيتال ديليفري ده بنقول عليه بريماتشور رابشر اوف ميمبرينز، لكن مش بيفرق قوي معانا لان ما هي كده كده خلاص ما هي ماشيه في الفيرست ستيج، يعني مش هتتاخر. او بنديلها بس بروفيلاكتيك انتي بايوتيك لو حصل رابشر اوف ميمبرينز في الفيرست ستيج، فبندي بروفيلاكتيك انتي بايوتيك. لكن الطبيعي ان رابشر اوف ميمبرينز بيحصل في ات ذا بيجينينج اوف ذا سكند ستيج. طب لو وصلنا للسكند ستيج ولسه ما حصلش لازم انا اتدخل وتعمله ده اصل امال هتولد العيل ازاي والممبرينز لسه انتكت؟ ما لازم هتضطر تعمل رابتشر ميمبرين. تمام تمام يا دكتور. تمام ممكن يا دكتور معلش سؤال رقم 44 بس عشان النت فصل عندي، انت عارفه حاجه تنسي ولا لا؟ 44 عايز اسال فيك. 31 years old gravida 2 para 1 woman 39 weeks rupture of membranes, complaints of painful uterine contraction occurring every 4 minutes.
cervix has not changed from 6 cm dilatation over 2 hours بس ما نجم يبقى ده محتاجين نحن نعمل لها augmentation painful contraction. اكيد ال contractions طبعا لازم هتبقى painful. امال هي labor pains ازاي؟ كل labor pains painful لما هو ال pressure inside من 40 ل 60 فلازم تبقى painful. occurring every 4 minutes ف every 4 minutes دي غالبا لسه مش efficient لان هي المفروض to occur every 3 to 4 minutes لكن 4 minutes معناها ان في ال 10 دقايق بيجي لها 2 contraction بس وشويه. cervix has not changed from 6 cm dilatation over 2 hours وفعلا اهو قال لي ان هي فضلت 6 سنتي لمده 2 hours فبالتالي دي فعلا محتاجه augmentation. augmentation بايه؟ ما هو ما قداميش غير يا rupture of membranes يا اما oxytocin. هي already membranes ruptured فبالتالي ما عنديش غير oxytocin بس management ايه؟ ان انا اعمل لها augmentation. فسيزاريان لا augmentation طبعا augmentation external CTG مش هو ده اللي هيعملها augmentation يعني energetics و rehydration برضو ده مش هيعمل augmentation which في expectancy لا ما هي لازم اجيب لها الاول efficient contraction عشان يحصل لها الدايلاتيشن بتاع 1 او دي 1.5 سنتيمتر بير اور لان دي مالتي بار فكده هنعمل اوكسيتوسن augmentation. انا دكتور انا افتكرتها بس الكونتراكشن سفيشنت عشان هي كل 4 منت يعني ما هي فعلا معاكي حق ما هي كل 4 دقايق وفعلا وكمان عمل لك كونفيرميشن ان هي از نوت سفيشنت بدليل ان هي في يعني على مدى ساعتين ما حصلش دايلاتيشن للسيرفكس فانت فعلا محتاجه تعملي لها اوجمنتيشن فهنعمل اوجمنتيشن باوكسيتوسين. تمام تمام يا دكتور شكرا جدا لحضرتك. طب احنا كنا وصلنا ل 48 وقلنا 48 سي 49 اي 50 سي 49 معلش 49 اشور ايفيدنس اوف اونست اوف ليبر هو طبعا سيرفايك دايلاتيشن ان اونست اوف ليبر يعني ايه اللي بيقول لنا ان احنا دخلنا في ترو ليبر ان هي عندها contraction. ما contraction دي ممكن تبقى false labor pains انا بعرف انها true لو عملت لي cervical changes in the form of effacement and dilatation. هل pelvic heaviness؟ pelvic heaviness يعني حصل تقل في البلفس يعني حصل engagement ده برضو مش معناه انها دخلت في labor ده ممكن engagement يحصل عن 36 اسبوع اصلا. expulsion of the mucus plug ده برضو مش معناها اي حاجة غير ان هو cervix بقى more soft حصل له حاجة اسمها ripening او بقى more soft فبالتالي mucus plug اللي كانت قافلة cervix بتبتدي ان هي تنزل لان ما بتبقاش مبسوكة بالfirmness بتاع السيرفيكس فبتنزل فده برضو مش معناها انه ليبر حصلت. ريفلكس بيرينج داون ده مش طبعا شور ساين اوف ليبر ابدا اونست اوف ليبر يعني ده ريفلكس بيرينج داون بيحصل مع الفول سيرفايك يعني ان هي تبقى حاسه انها عايزه تحزق ده مش معناها ان هي اونست اوف ليبر. هاد انجيجمنت برضو الانجيجمنت ده بيحصل اصلا during pregnancy ده مش معناه onset of labor. الشور sign of onset of labor هو حدوث cervical changes سواء cervical effacement او cervical dilatation. اوكي 50 سي 51 دي 52 اي سوري 52 اي 53 بي 54 دي 54 which of the following is considered a warning symptom during the first stage of labor يعني واحنا في الفيرست ستيج لو حصل ايه ان احنا بنعتبر ان ده alarming sign يعني basal fetal heart rate 130 ما هو ده الطبيعي هو 120 ل 160 variability of the fetal heart rate on cardiotocography هو لازم يبقى variable ما بيبقاش ثابت على 120 او 121 او 125 هو بيبقى variable 120 125 130 يعني هو لازم يبقى فيه variability. cervical effacement before dilatation ده طبيعي البرايمز كلهم بيحصل لهم cervical effacement قبل الدايلاتيشن. thick meconium stained liquor in cephalic presentation thick كلمة thick meconium يعني ان الليكر ده لما ينزل ما نلاقيهوش clear liquor لا نلاقيه مخدر كده فده بيبقى due to passage of meconium. meconium ده اللي هو بيبقى الـ يعني الانتستينال كونتنتس بتاعته فلما بيحصل اسيدوزس بيحصل ريلاكسيشن للسفنكتر بتاع الانال كانال فبالتالي ده ممكن يخلي الميكونيوم ده يباس في الامنيوتيك فلويد فده اتس ساين اوف فيتال اسيدوزس او فيتال ديستريس فاتس ا باد ساين بالذات في الكيفاليك برزنتيشن لان لو هو بريتش ممكن وهو البيبي نازل فيحصل كومبريشن على الترانك وعند ناحيه الانس وكده فبالتالي يحصل باسج اوف ميكونيوم لكن لو هو كيفاليك برزنتيشن وحصل باسج اوف ميكونيوم ده معناها انه في اليمنت اوف فيتال اسيدوزس فده وورنينج او الارمينج ساين
انه البيبي ده ديستريس. انكريس كويكنينج اصلا كويكنينج ده بيبقى في الفيرست تريمستر كويكنينج يعني بيرسبشن اوف فيتال موفمنت فده بيبقى في, سوري في السكند تريمستر فده مش وورنينج ساين مش الارمينج ساين ديورينج ليبر يعني فهو الارمينج ساين ديورينج ليبر فعلا اللي هو باسج اوف ثيك ميكونيوم ان كيفاليك بريزنتيشنز. اوكي انا عايز 52 يا دكتور معلش. Management of second stage of labor of normal labor includes which of the following encourage bearing down. احنا second stage of labor كل بنعمله encourage bearing down وان هي تبير down during contraction وتريلاكس in between ونفضل كده لحد ما يوصل عند الكراونينج ان احنا نعمل بقى يعني perineal support عشان نالاو ان الهيد تو اكستند افتر كراونينج مش بيفور كراونينج افتر كراونينج لان لو بيفور كراونينج هيبقى الديستاندنج دايمتر بتاع الفالفا اللي هو الاوكسيبتو فرونتال فده ممكن يعمل فالفال تيرز لكن افتر كراونينج بيبقى الديستاندنج دايمتر بيبقى السب اوكسيبتو فرونتال اللي هو 10 سم فما يعملكش فالفال تيرز فانكارج بيرنج داون اه طبعا معانا كنترولد هيد اكستنشن بيفور كراونينج لا هي لازم تبقى افتر كراونينج كنترولد كور تراكشن ده طبعا في الثيرد ستيج مش في السكند ستيج ده عشان نولد البلاسانتا ده ثيرد ستيج مش سكند ستيج ريبيتد انترافينس اوكسيتوسين شوتس اكيد لا مش بندي اوكسيتوسين غير لو محتاجينه لكن مش هندي بتاع السكند ستيج اوف نورمال ليبر ريبيتد اوكسيتوسين شوتس ابيزيوتومي از سيرفكس از فولي دايليتد اكيد لا ابيزيوتومي ده وان انديكيتد مش اول لما السيرفكس يبقى فولي دايليتد اروح اعمل لها ابيزيوتومي هي لو الفالفا ريجيد البرينيوم ريجيد او هو البيبي الكبير اللي ساعتها بنعمل ابيزيوتومي غير كده مش بنعمل ابيزيوتومي وانس ذا سيرفكس از فولي دايليت فالصح في في كل دول هو ان احنا بنكارج بيرنج داون. هو انا مش فاهم الجزء بتاع افتر وبيفور كراوننج يعني مش المفروض انا بعمل سبورت لغايه ما الهيد بتطلع ما يعني انت تالاو الاكستنشن اوف ذا فيتال هيد يعني انت بتعمل سبورت ايوه عشان تالاو اكستنشن امتى بيفور كراوننج ولا افتر كراوننج هو انت عامل سبورت اول ثرو طبعا افتر كراوننج مش بيفور كراوننج طيب ما انت كنترولد هيد اكستنشن بيفور كراوننج هل الجمله دي صح ممكن تحسب كنترول دي يعني بضغط على البريتينية على كويس ما هي controlled head extension before crowning هو الكيورد في before هنا مش في controlled head extension يعني انت controlled head extension before crowning هل الجملة دي صحيحة؟ after طبعا يعني الجملة دي غلط هي لو كانت controlled head extension after crowning كانت هتبقى صح لكن controlled head extension before crowning دي غلط تمام يا دكتور شكرا 53 بي 54 دكتور هو اي ستيج من الليبر من دايجنوز ليها في البدايه ولا بالنهايه يعني الساين اوف دايجنوز ليها بتبقى في اي يعني سؤال 51 ده هو بيقول السكند ستيج من دايجنوز ليها انا كنت متلخبطه ما بين دي واي قصده ان انا يعني اقول كبدايه ولا كنهايه الستيج السكند ستيج يعني ازاي تعملي دايجنوزس للسكند ستيج يعني how you are diagnosing the second stage of labor ان انت في second stage of labor how you are going to diagnose ان انت في second stage of labor ان انا هبتديها يعني ف يعني خلصت ال first stage هو قصدي يعني انت دلوقتي يعني دلوقتي يعني لما مثلا يجي النائب بيقول لك العينه دي في second stage of labor يعني هي بقت fully dilated مش كده ولا ايه يعني second stage of labor is diagnosed by full cervical dilatation لان احنا all through في cervical changes دول كل دول first stage once ان انت بتبقي fully dilated cervix خلاص احنا كده we diagnose ان احنا في second stage of labor مش كده ولا ايه تمام صح يا دكتور تمام كنت متلخبطه بس اقول في الاول وفي الاخر بس حضرتك اقنعتيني يعني قصدي ان احنا بس بنشوف الدياجنوزس يا دكاتره يعني امتى هتدياجنوزي ان انت second stage of labor هندياجنوز ان احنا في second stage of labor لما يبقى fully dilated cervix اوكي تمام تمام قلنا كده 51 دي 52 اي 53 بي سوري معلش نورهان انت رافعه في اني حاجه لان كل دول قلناهم اوريدي فانا عشان كده ماشي عليهم بسرعه انت عايزه اني ايه فيهم لا انا اسفه يا دكتور لو حضرتك ما قلتيش 53 ممكن تقوليها لو قلتيها معلش هو بس النت فصل عندي فانا ممكن اسمعها خلاص بعد الليكتشر احنا قلنا 51 دي 52
53 a 24 years old multipara underwent a vaginal delivery of a full term infant. Placenta wasn't delivered spontaneously at about 15 minutes with contracted uterus. هي الثيرد ستيج ممكن تاخد لحد 30 minutes. فانا عادي انا كده within a normal time يعني هي مش retained placenta, هي within a normal time. Which one of the following next step for this patient? Repeated fundal pressure. لا, fundal pressure مش بيعمل delivery للplacenta. يعني انا بكمل بعمل delivery, يعني انا بمانج بعمل management للthird stage عادي. هنا branded andros, هو ده الcontrol cord traction, لان انا I am within the third stage of labor, وهو المانجمنت بتاع third stage of labor ان احنا بنعمل controlled cord traction. Manual removal of the placenta, ده لو كان عدى 30 minutes, لو عدى 30 minutes نص ساعة ولسه placenta مش delivered, هو اللي كان ساعتها هخش عمل manual removal of the placenta. Exert market traction on the cord to pull the placenta out. لا, مش بنعمل market traction, هي لازم controlled cord traction لكن مش market traction. Cut the cord and leave the placenta for spontaneous autolysis, أكيد لا. فبنعمل branded andros لأن هو المانجمنت بتاع third stage هو branded andros. Okay. تمام دكتور, بس هو البراند أندروس ده سؤال بس, بستنى اليوترس وهو بيكونتراكت وشد على الكورد, ولا البراند أندروس مقصود بيه ان انا بشد على الكورد وانا ساند اليوترس عشان ما يتقلبش من غير كونتراكشنز ولا حاجه؟ هو كاتب وذا كونتراكتد يوترس, فليها قيمه يعني او حاجه؟ طبعا, لان انت ما ينفعش تعملي branded andros غير واليوترس contracted, ما بتعمليهوش واليوترس lax. انت while the uterus is contracted انت بتعملي controlled cord traction, بتwait for contractions تبقى contraction تبقى موجودة, وساعتها بتروحي عاملة ال controlled cord traction ده. تمام, شكرا يا دكتور. 54 دي 55 A 56 A 55 or 56? The following is characteristic of true labor pains. Frequent intermittent abdominal pains refer to the back. دي معانا لأنها frequent و intermittent. It starts after full cervical effacement. لا طبعا, ده هي اللي بتعمل effacement, فدي غلط. It starts on the cervix 3 centimeter. لا طبعا, هي بتستارت من أول closed cervix, ده ال first stage of labor. But a true labor pains but start من close cervix لحد full cervical dilatation usually coincides with rupture of membranes. لا, ما لهاش علاقة برابتشر, ممكن رابتشر membranes تحصل من غير contractions, وما يعني ما لهاش علاقة يعني بال true labor pains. The pains are relieved by antispasmodic. لا, the pains are not في true labor are not relieved by anything, ده false labor لكن مش true labor. فبالتالي الوحيدة الصح ان هي frequent intermittent abdominal pains refers to the back, لأن هي frequent فعلا و intermittent يعني بتيجي وتروح abdominal pains وبتبقى referred للباك. Okay. طيب دكتور, مش هي برضو ال untrue بتكون برضو intermittent وكده؟ يعني هو ما قاليش ان هي regular او علامات ال efficient. يعني انا هو مش بيقولك efficient, هو بيقولك true. هو مش عايز efficient, هو بيكلم على true labor pains, هو ما قالش efficient labor pains او efficient uterine contraction. هو بيقولك true labor pains, ايه علامات true labor pains؟ طيب يعني دي مش صح ان هي مش بتبتدي مع ruptured membrane. ruptured membrane حضرتك قلتي من شوية انها في second stage, بس صح كده؟ ملهاش علاقة بالرابتشر ممبرنز خالص, ما انت ممكن يحصل بريماتور رابتشر اوف ممبرنز وهي اساسا ما عندهاش كونتراكشنز خالص ولا ترو ليبر بينز, وساعتها حتى ما يعني طب تخليها تكمل حمل ولا تخليها تستنى؟ طب يعني حتى بنعمل مونيتورنج بقى لو حصل انفكشن ولا لا, اللي ساعتها تضطري تعملي اندكشن اوف ليبر. يعني ممكن قوي يحصل رابتشر اوف ممبرنز من غير ما يحصل مش يوجولي كوينسايدز ويز رابتشر اوف ممبرنز, لا خالص ملهاش علاقة, مش لازم الاثنين يكوينسايدوا مع بعض الـ true labor pains and rupture of membranes خالص, وحتى rupture of membranes مش لازم يحصل مع الـ beginning of true labor pains, ملهاش علاقة الاثنين, مش لازم ان هما يبقوا ماشيين مع بعض. تمام تمام جدا, فهمت يا دكتور, شكرا. 56 A 57 D 58 C 58. The following is related to a placental separation in the third stage. Cervix becomes closed. Cervix lesa بيفضل open بدليل ان placenta بتdeliver. Uterine contractions become more frequent. هما زي ما هما اللي حيزودهم. هي نفس uterine contractions. Suprapubic bulge. طبعا elongation of the cord. دول signs of separation. دول اللي احنا حافظينهم اللي هو gush of blood, elongation of the cord و suprapubic bulge. الاثنين دول التلاتة دول هما signs of separation. فدول الاثنين من التلاتة بتوع signs of separation في number C دي معانا. Patient has a reflex bearing down.
ملهاش علاقة. جاش اوف فلويد ليك فروم ذا فاجينا برضو، لا ده بلاد لكن مش فلويد ليك، فبالتالي هي نمبر سي هي اللي كوركت. دول ساينز اوف سيبريشن اوف ذا بلاسنتا. اوكي 59 بي 59 ان اكتيف مانجمنت اوف ثيرد ستيج اوف ليبر intermittent fundal pressure is applied after fetal head delivery. ما بنعملش fundal pressure. retained placenta may occur، يعني ده complicated انه ممكن يحصل retained placenta، يعني ممكن هنخليها معانا. high risk of postpartum hemorrhage، لا هي postpartum hemorrhage ده في ال fourth stage of labor، حتى بنعمل observation 2 hours بعد the third stage، لان ده ممكن liability انه يحصل postpartum hemorrhage. duration till placental delivery should not exceed an hour، لا should not exceed 30 minutes مش 1 hour. manual separation of the placenta is routine، لا manual separation ده مش الروتين، الروتين هو البراندد اندروز. manual separation ده لو حصل ريتين بلاسنتا هو اللي احنا بنعمل manual separation، فدي برضو مش صح. يبقى الوحيده اللي هي ممكن هي نمبر بي، لان الباقيين كلهم مش صح. اوكي تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. 60 ايه دكتور؟ معلش هو براندد اندروز ايه التكنيك بتاعها بالظبط؟ controlled cord traction، يعني انت بتمسك على الكورد وتعمل تراكشن، يعني بانك انت بتشد جانتلي عليه while the uterus is contracting. هو ده البراندد اندروز controlled cord traction. بنقاد عليه انك انت بايدك الثانيه بتعمل سوبرا بيوبيك upward movement عشان تبريفنت يوتراين انفرجن، فهو ده البراندد اندروز. اوكي شكرا يا دكتور. 61 اي سوري احنا في 60 60 اي 61A regarding lower uterine segment it developed from the uterine isthmus. اه دي ده صح. It start to develop in late third trimester. لا طبعا ده it start to develop في late second trimester مش third trimester. It's about 20 centimeter at full term. هو 10 centimeter مش 20 centimeter. Well developed muscle from three layers. هو two muscle layers بس. Most active during labor. هو passive during labor. The upper segment هو بيبقى active. Be contract or retract. Like the lower segment ده بيبقى passive. Be elongate and thinning. فهو الوحيدة اللي صح هي number A اللي هو it develops from the lower uterine segment. From the uterine isthmus. Okay. تمام يا دكتور. 62 بي ثلاثة وستين دي سوري 62 ولا 63؟ 62 Para 3 cephalic presentation had rupture of membrane and fully dilated cervix for half an hour. طيب هي para 3 half an hour يعني احنا بنستنى ساعة يعني، فهي كده احنا لسه في ال second stage of labor. She has one uterine contraction every 10 minutes and PV ال head station minus 1. طبعا one uterine contraction every 10 minutes دي inefficient contraction خالص. بس الستيشن لسه عالية، لكن في المالتي ممكن انه الانجيجمنت يحصل حتى في السكند ستيج. وبعدين دي مش obstructed لانه المالتي actually بترسبوند باي رابتشر مش باي اتوني، فوجود اتوني هنا ده مش معناها ان هي بقت obstructed labor. كمان لانه اليوتراين contractions are very insufficient، دي واحدة كل 10 دقايق ف very insufficient uterine contraction. فبالتالي الموست بروبابل دايجنوزس هو ايه؟ obstructed labor. لا obstructed كان هيبقى عندها efficient contraction، لان الديفينيشن اوف obstructed labor due to mechanical obstruction مش inefficient uterine contraction. الكونتراكشن efficient وزي الفل بس عندها mechanical obstruction، لكن عنا دي عندها inefficient uterine contraction فدي مش obstructed labor. hypotonic uterine inertia دي معانا لان هي one contraction every 10 minutes. hypertonic inertia طبعا لا دي one contraction only every 10 minutes. constriction ring ما فيش حاجه تقول لي ان هي constriction ring. cervical dystocia لا دي fully dilated. cervical dystocia ده معناها ان السيرفكس ده مش بيدايليت عشان fibrosis او spasm او كده، لكن هي already fully dilated، فبالتالي تبقى most probable diagnosis هو hypotonic inertia. اوكي اتفضل يا محمد. دكتور معلش هو ازاي في الابستراكتد ليبر ده بيحصل في السكند ستيج صح لما يبقى فيه فولي دايليتد فولي دايليتد وبقيه الساينز بقى بتاعه الابستراكشن؟ اه ماشي. ازاي بقى من الكوزز بتاعته ان في سيرفايكال ديستوكيا؟ معنى سيرفايكال ديستوكيا لا لا مش مش صح مش صح، زي ما برضو حاطين في الكوزز باين شولدر ديستوكيا، الاثنين دول مش صح لان هما فولي دايليتد وشولدر ديستوكيا مش ممكن اقول ابستراكتد ليبر عشان ده ما الراس عدت ازاي اقول عليها ابستراكتد، فالاثنين دول مش صح.
يعني السيرفايكال ديستوكيا مش من اسباب الاوبستراكتيف لا مش من اسبابها، لان السيرفايكال ديستوكيا يعني difficult delivery او عشان due to cervical causes. طب ما هو السيرفكس اوريدي فولي دايليتد، ازاي يبقى سيرفايكال ديستوكيا؟ مش صح. تمام ماشي شكرا. محمد انت رافع ايدك في حاجه ولا خلاص؟ طيب 63 دي 64 ايه 64 arising ده احنا قلناها في المحاضره اصلا. arising transverse groove on the lower abdomen during labor may be due to full bladder. اه طبعا دي معانا. constriction ring لا constriction ring ما بيبقاش seen on the abdomen, it's only felt by PV examination. associated fibroid مش هيعمل لي rising, هيبقى مش rising اللي هيخليه rise. cervical dystocia برضو ما تعمليش rising transverse groove over the abdomen. retained placenta ما تعمليش rising transverse groove. الوحيده من دول هي تعملي هي الفول بلادر او لو كان عندي pathological retraction ring اللي هي البندلز رينج. اوكي 65 اي 65 a 21 years old primary gravida pregnant 39 أسبوع presents with painful uterine contraction every 3 minutes. PV examination 5 سنتي 60% effaced will baby كويس. 2 hours later PV examination 6 سنتي 60% effaced intact membranes fetal head station 0. يعني البروجرس بتاعها slow progress لأنه هو في الساعتين وهي برايمي حصل لها 1 سنتيمتر دايلاتيشن وما قاليش ان هي فيها ابيديورال, فبالتالي كان المفروض يحصل لها 1 سنتيمتر بير اور مش 1 سنتيمتر افري 2 اورز. فكده ده سلو بروجريس. ويتش از ذا فولوينج موست ابروبريت, هي محتاجه اوجمنتيشن. فاوجمنتيشن باي ايه؟ هي ما قاليش ان هي رابتشر ميمبرنز, يبقى باي ديفولت هي انتاكت ميمبرنز, يبقى كده الاوجمنتيشن هتبقى باي ارتفيشال رابتشر اوف ميمبرنز. هل اوبزرف فور انذر 2 اورز, هي ما عندها سلو بروجريس, فبالتالي يعني انا محتاجه ان انا اوجمنت ليبر. اوكسيتوسين انفيوجن الاول بندي بنعمل رابتشر اوف ميمبرنز وبعدين اوكسيتوسين انفيوجن. سيزارين سكشن لا شي از بروجريسنج, ليه اجو فور سيزارين؟ مفيش اي انديكيشن فور سيزارين سكشن هنا لان في بروجريس سلو بروجريس لكن مفيش ارست اوف بروجريس. انترافينوس اتروبين يعني ده بنديه لو فيتال براديكارديا, هو البيبي نورمال هنا 130 بيتس بير مينيت فده نورمال. ارتفيشال رابتشر اوف ميمبرنز ارتفيشال رابتشر اوف ميمبرنز معانا. اتفضل يا محمد. طب يا دكتور ما هي كده عندها painful contraction كل 3 دقايق, فمعناته ان احنا لو عم زودنا contraction كده مش هنستفيد حاجة. حضرتك كنت قلت اول المحاضرة ان احنا بنobserve بس كده. طب بس انت عندك painful, هو ايه ال definition بتاعت ال efficient uterine contraction؟ ان هي بتعمل dilatation و effacement. لا يعني ايه ال criteria بتاعتها, ايه ال criteria بتاعت ال efficient uterine contractions؟ من حيث ايه؟ انا مش فاهم الكرايتيريا. يعني انت بتقول ان دي efficient uterine contraction, انت بطلق عليها ان هي efficient uterine contractions لما تعمل dilatation effacement اللي احنا عايزينهم مستنين. لا يعني ليها certain criteria ال uterine contractions دي عشان نقول عليها efficient ولا بس ما هو لو بالdilatation ده هو على كلامك ثلاثة. ثانية واحدة بس, انت لو قلت ان هي عشان تعمل لنا dilatation و effacement بريت معين, هي مش عاملة لي بريت معين. لو هو يعني لو هي دي الديفينيشن هي تعمل بريت معين وفعلا دي ديفينيشن صح تحترم ان هي بتعمل بريت معين, هي مش عاملة لي بهذا الريت. طيب بس هي ليها كريتيريا تانية لوحدها كده غير ان هي يعني احنا عايزينها تبقى بالطريقة دي عشان تعمل لنا dilatation وبالريت ده, بس هي ايه الكريتيريا بقى بتاعتها؟ ان هي يبقى ليها amplitude اللي هي 60 مليمتر مركري يعني قوة معينة؟ لا أنا بسألك والله يا محمد, يعني ممكن ترد عليا زي ما أنا بشرح لكم كل حاجة كده, فممكن ترد عليا إيه هي الكريتيريا of efficient uterine contractions؟ لا ما أنا كده مش عارف. يبقوا 3 contraction every 10 minutes وكل contraction بتقعد 1 minute والامبليتيود بتاعها بيبقى من 40 ل 60 ملم مركري في الفيرست ستيج, ممكن توصل ل 80 ملم مركري في السكند. هل كل الكريتيريا دي لازم تبقى موجوده عشان اقول عليها efficient contraction ولا كفايه واحده منهم؟ كلهم لا يعني كلهم لازم يبقوا موجودين. لا طبعا كلهم لازم يبقوا موجودين, لا لو واحده بس منهم كان بقى طيب. مش مهم تقعد قد ايه, مش مهم, لازم كلهم يبقوا موجودين. طب هو هنا هو ليه دايما بنعتمد اكتر على الريت اوف دايليتيشن؟ لانه مش دايما بيجيب لي كل الثلاثه كرايتيريا بتوعه اليوتراين كونتراكشنز. فبالتالي هو قال لي هنا قال لي الفريكوانسي اللي هي كل 3 دقايق ودي صح,
بس هو ما جابليش سيره الديوريشن بتاعت كل واحده بتقعد قد ايه، هل بتقعد فعلا دقيقه ولا بتقعد 10 ثواني ولا بتقعد قد ايه، وما قاليش كمان الامبليتود بتاعتها هل هي 20 مليمتر ميركي ولا 40 ولا 60 ولا ايه. فهو ما قالهاليش كامله، انا هو مش لازم يقولها لي كامله بس لازم يقول لي امبليكيشن عليها، يعني ايه يعني يقول لي الريت اوف دايلاتيشن بقى عشان اعرف ان فعلا اللي هو بتيجي كل 3 دقائق دي فعلا efficient contraction ولا لا. فهو لما جاب لي الامبليكيشن بتاعها قال لي ان هو في الساعتين هي حصل بس دايلاتيشن اونلي 1 سنتيمتر، فبالتالي دي مش efficient بالرغم ان هي الفريكوانسي it is الفريكوانسي صح بتاعه الافيشنت، بس غالبا هتلاقي انه يا اما الديوريشن كان فيها مشكله يا اما الامبليتود كان فيها مشكله، عشان كده هنعمل اوجمنتيشن عشان الامبليتود والديوريشن بتاعتهم يوصلوا للافيشنت تراين كونتراكشنز. تمام، يعني لو جاب لي الثلاثه كلهم موجودين اللي هو الامبليتيود والديوريشن وكل حاجه خلاص مش هتعمل اي حاجه، هتوبزرف بالظبط كده، مش هتعمل اي حاجه خالص هتوبزرف. شكرا جدا. 66 بي. ميرسي يا دكتور. 66 بي، 67 سي، 68 سي، 68. All the following drugs could be used for in management of this case. هي precipitated labor. طيب فpercipitated labor احنا وحصل لها a delivery in a taxi, she was admitted while placenta delivered, she was okay, she started to develop severe postpartum, يعني عندها postpartum hemorrhage فبقى محتاجة اديها اكبالكس يعني. فكل دول ممكن ان احنا نيوز. ميزوبريستول ده بروستاجلاند، ميسورجين ارجومترين ده يعمل برضو ده اكبوليك. اريو 486 ده انتي بروجستيرون، ده انتي بروجستيرون بيستخدم عشان نقتل البيبي في الفيرست تريمستر او اندكشن اوف ابورشن. فبعض الكتب الاجنبيه هتلاقوه مكتوب، عشان كده انا جبته عشان بس تبقوا عارفينه لما تشوفوه في كتب اجنبيه، لان هو كان موجود في كتاب بس للاسف اتشال، اسمه ميفيبريستون او اريو 486، لكن هو في كل الكتب الاجنبيه بتستخدمه اللي هو الاريو 486 او الميفيبريستون. ده بيستخدم تو انديوس فيتال ديث في الفيرست تريمستر فور اندكشن اوف ابورشن، يعني فده ما مش اكبالك، يعني ده ما بيستخدمش to increase uterine contraction. It doesn't increase uterine contraction. It induces abortion through يعني inducing death of the fetus يعني. Oxytocin طبعا يستخدم، الأكسيتوسين اكبالك. Antibiotic definitely لأن دي precipitated labor والدة في التاكسي فdefinitely هتحتاج antibiotics. فكلها هتبقى محتاجاهم ما عدا الـ RU486 مالوش رول هنا في الـ precipitated labor and postpartum hemorrhage following precipitated labor. Okay. دكتور يا 67 عشان خاطر هو غالبا اصلا هيكون فول تيرم، بس المشكله في كلها ان هو لا هو قال لي هو مش غالبا هيبقى فول تيرم، هو قال لي انها 38 اسبوع، ما هو قايل فوق ان هي 38 اسبوع. اوكي طيب كده 67 دكتور. طب هو سوري معلش قطعت حضرتك، الاي سي اتش ده اختصار لايه؟ انتراكرينيال هامر يونيتال اي سي اتش في نمبر. تمام انتراكرينيال هامر. 67 سي، 68 سي، 69 بي، 69. Last complication of this type of labor includes a vulval tears. طبعا ممكن تحصل جدا. Sorry, least complication. Neonatal herbs. أنا ما شدتش على أي حاجة. جيله herbs من إيه؟ العيل وقع لوحده. يعني أنا ما شدتش. الherbs بيجي لما بنعمل إحنا traction على the neck of the fetus أو على the brachial plexus. بس أنا هنا ما شدتش على أي حاجة. هو ممكن يجيله fracture humerus, fracture skull, intracranial hemorrhage. لكن مش هيجيله herbs لأن أنا ما شدتش على حاجة. ده هو دي precipitated labor. فبالتالي ده least complication ممكن ان هي تحصل. maternal cervical incompetence طبعا عشان حصل rapid dilatation. secondary postpartum hemorrhage definitely من الانفكشن. maternal perineal laceration definitely. لكن neonatal herbs دي least complication اللي ممكن انها تحصل. شكرا يا دكتور. الاي ام كيوز 70 اي، 71 سي، 72 بي، 73 دي، 74 اف السكند سيت، 75 اف، 76 بي، 77 اي، 76 the occiput escapes from underneath the symphysis pubis which act as a fulcrum. ده الاكستنشن occiput بيهنج below symphysis pubis اللي هو زي بيبقى مركز عشان يحصل بعد كده الاكستنشن. فده ده ده
الديفينيشن بتاع الاكستنشن مش كده ولا ايه؟ 76 او 76 ولا 77 كنتوا عايزين؟ لا تمام خلاص يا دكتور. 76 كده اوكي ولا فيها مشكله؟ اه اوكي تمام. 77 اي 78 سي السات اللي بعده 79 بي 80 دي 81 اي 82 اي السات اللي بعده 83 دي 83 ولا حاجه فوقها يا محمد؟ يا دكتور معلش انا لو سمحت عندي اقتراح، ممكن الست دي بس الوحيده اللي تحليها نقولها كلها على بعضها كلها؟ شور طبعا اوكي. دول different types of management من اول اللي هم يا labor observation او augmentation by oxytocin prostaglandins cesarean section. طبعا الاوكسيتوسين ده for augmentation فعلا، لكن prostaglandins ده for induction. cesarean section forceps delivery او artificial rupture membranes 83 a full term primary gravida in first stage of labor rupture of membranes 9 سنتي سيرفايكال سيرفايكال دايليتيشن فولي افيست اند براو برزنتيشن. طبعا البراو احنا لما جينا بنتكلم قلنا ده بيبرزنت بالمانتو فيرتيكال دايامتر، فالبراو برزنتيشن ده مش هيديليفر باي وسيله من الوسائل حتى لو هي جات لك فولي دايليتد، اصلا هتعمل لها برضو سيزاريان سكشن لان المانتو مش هيخش البلفس. 83 دي حد عنده مشكله في 83؟ طيب 84 full term para 3 plus 1 يعني ولد لينا. انا لسه ما شرحتش اي حاجه، فانت عايزه تسالي في 83 ولا سؤال في 83؟ اتفضل دكتور. في 83 مش البراو ممكن يكون transient brow ويبقى يا فيس يا occipit posterior؟ ممكن، بس هو طالما انه قال لك براو بريزنتيشن يعني خلاص هو ده بيرمننت براو، يعني طالما ان هو قال لنا خلاص هو قال الدايجنوزس هنا، هو هنا قال لك الدايجنوز، فسو لونج ان قال لك براو بريزنتيشن يعني ده اتس بيرسيستنت براو، يعني هي وصلت لل 9 سم دايليتيشن يعني فري مش فري فيس. ممكن يحول افندم، يعني هو مش ممكن يحولها في بدايه السكند ستيج؟ السكند ستيج never ever طبعا، لانه لو هيتحول هيبقى في الفيرست ستيج، لان الانجيجمنت ده يعني دي برايمري جرافيدا فلازم الانجيجمنت يكون حصل. المالتي هي اللي ممكن تانجيج في السكند ستيج، لكن البرايمري دي بتانجيج اساسا في البريجننسي during pregnancy او في الفيرست ستيج beginning of the first stage، لكن مش هتستنى. وبعدين طالما هو قال لك اوريدي حاجه يعني هو ده بيديك الدايجنوزس بتاعك. احنا حتى قبل كده كنا اخدناها يعني كان جات لنا اكزامبل كده في امتحان فات، هو طالما قالها لك هو مديك الدايجنوزس ان هو براو بريزنتيشن، يعني هو مديك دايجنوزس فهو بيقول لك ان ده براو بريزنتيشن، فالبراو بريزنتيشن هتعمل له ايه؟ سي سكشن. تمام شكرا دكتور. 84 full turn power 3 plus 1 ولد ثلاث مرات وابورتد وانس with persistent 8 سنتي cervical dilatation for 1 hour for 1 hour ده كده ما احنا بن يعني دي مالتي فهي 1 hour ده الماكسيمم بتاعها in the presence of طبعا efficient contraction عشان اقول ان هي arrest of labor، يعني انا كده هطلق عليها لفظ arrest لو من بقيه الحاجات قال لي ان عندها efficient uterine contraction with intact membranes cephalic presentation contraction every 4 minutes minus 2 station. لا طالما contraction every 4 minutes يعني دول مش efficient contraction فدي هتبقى محتاجه augmentation. لو كان قال لي ان عندها efficient contraction او contractions كل 3 دقائق وما اعرفش بتقعد قد ايه والكلام ده، كنت ساعتها هتبقى مش هقدر انا اعمل لها حاجه وهطلق عليها arrest of the first stage. بس دي كده مش arrest دي يعني هي سوري arrest بس in absence of efficient uterine contraction، فدي محتاجه ان انا اجيب لها efficient uterine contraction عشان اقول عليها بعد كده هي فعلا arrest of first stage ولا لا. فاجيب لها efficient contraction اجيب لها ازاي؟ هعمل لها augmentation بايه؟ يا اما rupture membranes يا اما oxytocin. هي intact ولا لا؟ هي intact يبقى بالتالي اعمل لها artificial rupture of membranes، فدي هتبقى artificial rupture of membranes اللي هو number F. في حد عنده مشكله في 84؟ خمسة وثمانين full term primary gravida with fully dilated cervix and rupture of membranes for 2 hours، يعني دي قعدت في second stage ساعتين اللي هي للprimary ده maximum time
minus 2 station يعني لسه حتى مش engaged. Uterine contractions became infrequent and fetal heart rate 90 beats per minute. طب هي دي hypotonic inertia ولا دي obstructed labor؟ لأنه primary بترسبوند by atony, بترسبوند to rupture أو to obstructed labor by atony. يعني دلوقتي fully dilated cervix و rupture membranes لمدة ساعتين كاملين والستيشن لسه مش engaged. فطالما لسه الستيشن عالية كده يبقى دي كفالو pelvic disproportion, يبقى دي معناها ان هي دي obstructed labor أو due to mechanical obstruction. وكمان البيبي ابتدى ان هو يحصل له fetal distress بقى 90 beats per minute. فالمانجمنت بتاع الobstructed labor بيبقى cesarean section, فدي نعمل لها cesarean section. حد عنده مشكله في 85 يا دكتور؟ هي infrequent يعني اتوني صح؟ infrequent ابتدت تبقى infrequent يعني ابتدت تبقى ما فيش, ابتدت تتباعد عن بعضها. فده الريسبونس بتاع البرايمي للobstructed labor ان هي بتريسبوند باي اتوني. يعني لو كانت دي hypotonic inertia كنت مش هلاقي انها station minus 2, كنت هلاقي ان station متقدمة يعني plus 1 plus 2 يعني عشان تبقى exhausted من labor which is progressing, وما كنتش هلاقي انه هو في fetal heart rate هلاقيه distressed يعني لو كانت دي hypotonic inertia. لكن دي نتيجة للobstructed labor, فعشان كده البيبي ابتدى ان هو يبقى distressed وكمان هي لسه مش engaged او في element of kefalopelvic disproportion. يعني لو البيبي ما كانش ديستريسد كنا هنديها اوجمنتيشن؟ لا, لو البيبي ما كانش ديستريسد والستيشن ما كانتش ماينس 2, الاهم على فكره الستيشن, اصل ده ستيشن يعني ده ليه الستيشن لسه ماينس 2 لسه في ما فيش ما حصلش انجيجمنت بالرغم ان احنا فولي دايليتد فولي افيست بقى لنا اكتر من ساعتين. فيعني كان عندها efficient uterine contractions, امال بقت ازاي فولي دايليتد؟ يبقى كان at a time عندها efficient contraction. دي الحاجة الوحيدة اللي انتوا لازم تفرقوا بينها. يعني حتى دي انا كتبتها very clearly كده على البورد ان احنا نفرق في arrest of the second stage. ما هو ده arrest of the second stage, ايوة arrest of the second stage due to maternal exhaustion, يعني الاتوني ده حصل due to maternal exhaustion ولا الاتوني ده حصل due to obstructed labor في البرايمي, لان المالتي مش هترسبوند باي اتوني, هي هترسبوند باي rupture اصلا. فده يبقى كده يعني دي ازاي هفرق بينهم؟ هفرق بينهم بالستيشن, لانه لو كانت الستيشن دي بالبلس, لان البرايمي المفروض ان هي تبقى انجيجد في السكند ستيج, فلو كانت الستيشن بالبلس يبقى دي هتبقى اكزوشن ماتيرنال اكزوشن. فكان ساعتها حتى انت ما يعني ممكن تستخدم انسترومنتال ديليفري طالما ان هي بعد الانجيجمنت, لكن هي دي ستيشن ماينس ودي اوبستراكتد ليبر, يبقى بالتالي بنجو فور سيزارين سكشن. في حد عنده سؤال يا دكاترة؟ 85, في حد عنده مشكلة في 85؟ ده مهم, السات ده كله على بعض مهم عشان تعرفوا الـ different situations بتفرقوا بينها ازاي وبتعملوا فيها ايه. فالسات كله على بعضه ده مهم. 86 بي third gravida para 2 vaginal delivery. third gravida يعني ده الحمل الثالث ليها, para 2 والده مرتين vaginal in the first stage of labor, وهي rupture of membranes 40 اسبوع, cervix 5 سنتي dilated 25% effaced, contraction every 5 minutes, طبعا inefficient كل 5 دقائق, يعني هي بيجي لها 2 contractions بس في 10 دقائق, head station minus 1, ف definitely دي محتاجه augmentation. هي already rupture membranes يبقى هيبقى الاوجمنتيشن هنا by oxytocin. اوكي, حد عنده سؤال في 86؟ تمام يا دكتور. 87 a full term primary gravida with efficient uterine contractions. ما هو قال ان هي يعني خلاص, هو قال لي efficient uterine contraction, cervix is 7 cm dilated 90% effaced, fetus left occipital anterior station plus 1. خلاص labor observation, يعني هعمل ايه؟ ما هو ما انا مش عمري ما هاوجمنت, ما هي عندها efficient uterine contraction فانا مش هاوجمنت. طبعا بلا سيزارين سكشن, مفيش اي انديكيشن فور سيزارين سكشن هنا, لانه هو قال لي 7 سنتي دايليتد, حتى ما قاليش بروجريس اخباره ايه, يعني مش بقارن تو سيتويشنز. هو بيقول لي كده سناب شوت سيتويشن ان انا عندي واحده برايمي فول تيرم افيشن كونتراكشن والسيرفكس 7 سنتي و90% افيست والبيبي لفت اوكسيبتو انتيرير ستيشن بلس 1, خلاص هابزرف ليبر, هستنى يعني لحد ما يحصل فول سيرفايكال دايليتيشن وتلف الراس تبدارك اوكسيبتو انتيرير ويتولد هذا البيبي. اوكي طيب يا دكتور, ما ينفعش استخدم الفورسبس في اخر واحده؟ الفورسبس يستخدم فقط لو هو دايركت اوكسيبتو انتيرير, لانك بتستخدمي فورسبس بس فور اكستراكشن. هو الفنتوز اللي ممكن يستخدم فور روتيشن اند اكستراكشن, والاثنين ما ينفعش يستخدموا غير طبعا في فول سيرفايكال دايليتيشن, ده اكيد بري ريكويزيت. هستخدمه ازاي في 7 سنتي؟ ما هو لسه مش فولي دايليتد. يعني اي اوبريتيف فاجينال ديليفري لازم تبقى فولي دايليتد, لازم تبقى فولي دايليتد,
ولازم تبقى engaged، بس لازم تبقى fully dilated. ازاي استخدمه على 7 سنتي dilatation؟ تمام يا دكتور، شكرا جدا. الربشر اوف ممبرين يا دكتور مش هعمله لان هي عندها efficient contraction اصلا. بالظبط كده، فانت بالظبط هي عندها already efficient contraction، فانت مش محتاج تعمل لها رابتشر اوف ممبرينز. كنت هتحتاج تعمل لها رابتشر اوف ممبرينز لو كانت الكونتراكشنز دي مش efficient. واضح يا دكاترة؟ طيب السات اللي بعده 88 دي 89 A 89 30 years old gravidate Opera 1 at 39 weeks gestation is admitted in labor with regular uterine contractions and spontaneous rupture of membranes 2 hours ago. On examination السلك بتاعها 4 سنتي 100% fetal station 0 reactive. 2 hours later هي مالتي، وبعد ساعتين حصل لها dilatation قد ايه؟ 5 سنتي dilatation بس، والفيتال هاد برضو station 0. فكده نعمل لها ايه؟ دي محتاجة augmentation لان after 2 hours كويس في واحدة مالتي حصل only 1 centimeter cervical dilatation، فدي محتاجة augmentation. هي already rupture of membranes، يبقى هيبقى augmentation هنا by oxytocin. اوكي؟ يعني regular contraction مش بالضروره ان هي efficient. طبعا ده definition regular contraction ده definition of true labor pains، مش كده ولا ايه؟ true labor ان هما regular، مش كده؟ يعني regular دي كل ساعه اسمها regular، كل ساعتين اسمها regular، كل نص ساعه اسمها regular، كل خمس دقائق اسمها كل دول regular. تمام شكرا. 90 اي 90 38 years old gravidate 2 para 1 at 39 weeks presents in labor. Over the past 3 hours the cervix remains unchanged 6 سنتي. 6 سنتي طب انا عايز اعرف بقى هي contractions efficient ولا لا، لان كده انا عندي arrest 3 ساعات ده وهي مالتي، فكده عندي arrest. طب هل هي عندها efficient ولا لا عشان اعرف انا محتاجه يعني اعمل ايه؟ الفيتال هارت ريت از رياكتيف وكويس، البيبي كويس. سي تي جي شوز تو كونتراكشنز ان 10 مينتس، لا دول مش افيشنت طبعا. وكمان قال لي الامبليتيود ان هم 40، هي المفروض تبقى من 40 ل 60، فديفنتلي انا محتاجه هنا اعمل اوجمنتيشن لان الكونتراكشنز تو كونتراكشن بير 10 مينتس. هو ما قاليش ان هي رابتشر ميمبرنز، يبقى ببتدي بالامنيوتومي فاعمل لها ارتفيشال رابتشر اوف ميمبرنز. اوكي دكتور لو سمحتي، هو لو ما قاليش ان هي رابتشرد اعتبرها ان هي مش رابتشرد عادي؟ هو باي ديفولت انتكت ميمبرنز الا لو قال لي ان هي رابتشرد، يعني هو الطبيعي تمام. ان كلهم بيبقوا ميمبرنز الا لو هو قال لي في الجيفنز ان هي رابتشرد ميمبرنز. تمام جدا. 91 هي 91 اللي قلناها، سوري 90 اي 91 اي 91 22 years old gravidate 2 para 1 at 39 weeks gestation. لا يا دكتور انا مش رافع ايدي عشان 91 او كده، انا كنت بقى عايز اسال حاجه. افندم محمد انت كنت رافع ايدك عشان حاجه قبل 91. انا كنت بس يا دكتور، هو احنا عشان اقول مثلا مفيش بروجريس لازم يقول لي انه ثلاث حاجات، ان هو الديسند ومفيش سيرفايكال دايليتيشن ومفيش الفيسمنت، ولا ممكن يقول لي حاجه واحده بس اللي هي الدايليتيشن مثلا ان هو ما بيحصلوش بروجريس واعتبر ان ده ارست. هتعتبره أرست، لأن لو يعني طالما هو سبيسيفايد حاجة معينة، لأنه غالبا بنمشي بالدايلاتيشن، لأن حتى الإكويشن بتاعتنا دايلاتيشن. إلا لو قال لك زي العيانة اللي شفناها في الأول إن الإفيسمنت إن هو اتحسن والستيشن زي ما هي وكده، لكن لو هو اعتمد بس على الدايلاتيشن واتكلم على الدايلاتيشن بس هتعتبر إن هو أرست، لأن الإكويشن بتاعتنا بتدبند فعلا على الدايلاتيشن فقط. تمام شكرا جدا. 91 اي قول معلش 91 يا دكتور. 22 سنه جرافيدا 2 بارا 1 39 ويك جيستيشن بريزنتس ان ليبر ات 5 سنتيمتر دايلاتيشن از جيفن ابيدورال. فكلمه ابيدورال يبقى احنا هندبل التايم، يعني لو كنا بنستنى ساعه يعني المفروض ان هي الدايليت طالما دي مالتي يبقى في الساعه كان 1 اند هاف سنتيمتر، فكده هتبقى في الساعتين 1 اند هاف سنتيمتر لان دي مركبه ابيدورال. She is given epidural for pain management. 3 hours later, her cervix cervical examination is unchanged. Unchanged, يبقى كده في arrest. عايز أعرف بقى هم عندها contractions efficient ولا مش efficient. Her contractions are now every 5 to 6 minutes, lasting for 60 seconds. 60 seconds, okay, بس 5 to 6 minutes, طبعا دي very inefficient contraction, لأن المفروض إن هي تبقى every 3 to 4 minutes, مش every 5 to 6 minutes.
فبالتالي مش معنى انها epidural ان انا اتقبل 5 to 6 months، لا احنا بندبل التايم وخلاص، مش كل بقى حاجه هندبلها وعادي تبقى مع... لا احنا اوريدي وي دبل ذا تايم، يعني ان هو بدل ما في الساعه توسع سنتي ونص خلاص خليناها في الساعتين توسع سنتي ونص، لكن ما ينفعش ان هو في الثلاث ساعات وتفضل unchanged. فبالتالي هي كده ال contractions are not efficient، ف you need to augment. فال augmentation هنا طالما انه مقليش انها rupture membranes يبقى by default it's intact membranes، يبقى هنعمل لها amniotomy او artificial rupture of membranes. اوكي معايا دكاترة؟ معايا دكتور. شكرا. 92C السات الأخراني، 93B، 94A، 95-94، no cervical changes for 4 hours with adequate uterine contraction at 6 cm cervical at 6 cm، ده احنا في الـ first stage with membranes ruptured in the primary gravida، ويبقى دي arrest of the first stage لأن no cervical changes لمدة 4 ساعات كاملة. فأنت في البرايمي بتستنى ساعتين، ولو هي بإبيدورال بتستنى 4 ساعات خلاص مالكش وقت تاني. With adequate uterine contraction at 6 cm cervical dilatation in a primary gravida يبقى ده arrest of the first stage. أوكي تمام يا دكتور. 95C 96E 97F طيب ال true false 98 true قول arrest معلش فندم الفرق بين الارست والبرولونج يعني الكلام ده arrest يعني ما فيش change خالص. لا قول لي على لو عايزني ابلايت على اي واحد من دول قول لي عايز نتكلم على ايه، بس arrest يعني ما فيش change خالص حصل، prolonged يعني حصل change بس الchange ده اقل من الريت اللي احنا كنا متوقعينه يعني. فده الفرق بين كلمة arrest وكلمة prolonged. لو عايز example معين نعمله او يعني حاجة معينة قول لي هي ايه ونقولها يعني. طيب يا دكتور هو في ال prolonged رقم كام بعد اذنك؟ رقم كام؟ 96. Failure of delivery of the fetus while the cervix is fully dilated for an hour in primary. البرايمي بنستنى في second stage مدة قد ايه؟ ساعة ونص. افندم؟ البرايمي بنستنى ساعة ونص؟ ايه ساعة ونص دي؟ هو يا ساعة في المالتي يا ساعتين في البرايمي، يعني ما فيش ساعة ونص دي في اي حتة في ال... يعني هو فبالتالي لو قال لك بعد ساعة يبقى دي ما احنا لسه هتستنى ساعة كمان، فبالتالي دي مش arrest، لكن لو قال لك ساعتين يبقى دي بقت arrest of the second stage، لكن هي لسه ساعة واحدة فأنا بستنى ساعتين فدي it's a prolonged second stage لكن مش arrest، لكن لو كانت قعدت ساعتين في ال second stage كنت هقول عليها arrest. تمام كده شكرا. تفضلي يا نورهان. دكتور هي البرولونجد اللي هي مثلا هي بتدسند يعني مفيش دايلاتيشن في السيرفيكس بقى لها مثلا 4 ساعات بس في الدسند بدل ما هو ماينس 2 بقى ماينس 1 0 بلس 1 دي يعني دي عادي هستنى عليها مش هتدخل ولا محتاج ان انا ادخل؟ هي عندها efficient uterine contractions بس انا لو هي prolonged والcontractions efficient هتدخل ولا استنى؟ انت ايه رايك؟ يعني هي دلوقتي بيجي لها efficient uterine contraction وعندها prolonged labor هتعملي ايه؟ انا شايف ان انا هستنى، يعني هي لو سواء بتقفيس من غير ما تدايليت او بتدسنت من غير ما تدايليت هستنى عليها خصوصا لو برايمي جرافيتا، صح ولا انا بفكر غلط؟ ايوه ما احنا ما عشان كده في يعني ده كويس قوي ان احنا عندنا نعمل ايه لو حصل ايه. فهي لو انت عندك انت هدفك انك انت هي تدايليت وتقفيس بال او تدايليت بالريت اللي احنا بنقول عليه، ده بيحصل ازاي لو عندها efficient contraction؟ طب افرض عندها efficient contraction لكن الدايلاتيشن مش بالريت اللي بنقول عليه، طب ما بس شيء is progressing يبقى هضطر ان انا استنى عليها لان الاوبشن الثاني الالترناتيف ان انا اعملها cesarean section. طب لو اللي عندها prolonged labor انا هعملها cesarean section، امال اللي عندها arrest دي هعمل لها ايه؟ هما الاثنين نفس المانجمنت، يبقى كده كان كل واحده مش بتدايليت او تقفيز بالريت اللي احنا بنقول عليه اللي هو 1 سنتيمتر بير اور كنا عملنا لهم cesarean section. لا هي لو prolonged labor
وهي عندها efficient contraction يبقى انت بتستني عليها طالما ان هو ما فيش اي complication في الام او في البيبي. لكن طبعا لو حصل اي complication للام او للبيبي حتى انتربتي الليبر observation اللي انت بتعمليه. تمام يا دكتور شكرا. هما فعلا بيعملوا كده في اسم 10 كمان يا دكتور، كانت تبقى برولونجت بقى كتير بس برضو كان بيستنوا عليها، كانت من الحاجات الممتعه عشان دي الاوبشن. عشان دي اصلا اما انت ما قدامكيش اوبشن اخر والا كده هتجو في كل العيانين البرولونجت ليبر هيولدوا باي سيزارين سكشن. طيب نبتدي الترو فولس 98 ترو. دكتور معلش انا عندي استفسار صغير، السؤال 97 كده كده مفيش اجابه تنفع غير اف، بس مش المفروض يكون 30 minutes في failure of delivery of the placenta after 20 minutes from fetal delivery دي prolonged second stage يعني؟ أيوة انا قصدي مش المفروض يكون 30 minutes ولا هي 20؟ لا هي لحد 30 يعني، هي لحد 30 accept يعني، يعني اللي هو قال لك failure of delivery of the placenta within 20 minutes of fetal delivery ده normal، لان هي المفروض ان هي تدليفر within 30 minutes يعني انت بتستنى لحد 30. هو الطبيعي طبعا ان هي بتدليفر على طول 10 دقايق وبتدليفر، بس انت acceptable لحد نص ساعة، فانت لحد نص ساعة دي هتقول عليها normal third stage of labor عادي. يعني هي جات لي في true false مثلا وقال لي 20 اقول له لا false ده مش failure. لا ده بتستنى 30 minutes، بتستنى 30 minutes عادي. الترو فولس 98 ترو. نورهان انت رافعه ايدك في حاجه؟ دعاء engagement is at 2/5 felt abdominal يعني قد ايه من الراس يبقوا felt abdominal؟ engagement ده لما تبقى station zero، لما تبقى station zero او لما يبقى البايبرايتال diameter عدى plane of the pelvic brim. لما البايبرايتال بيعدي plane of the pelvic brim بيبقى ساعتها 2/5 من الراس محسوسة abdominally، فده الانجيجمنت يعني بيبقى ساعتها 2/5 of the fetal head is felt abdominally، فده برضو بنقول عليه engagement يعني engagement 2/5 of the fetal head is felt abdominally او the passage of bipartal diameter through the plane of the pelvic inlet او انه at station zero اللي هو the vault is at the level of the iscal spine، كل دول الانجيجمنت. اوكي تمام يا دكتور. 99 ترو. يعني لو قسمت الراس يعني لو قسمتها على 5 لان هو الستيشن احنا يعني في رول اوف 5 وفي رول اوف 3، احنا ماشيين على البريتش اللي هي رول اوف 3 اللي هي المفروض احنا لما بنقول بلس 1 وبلس 2 وبلس 3 وماينس 1 وماينس 2 وماينس 3 ده قصدنا بالانشز مش بالسنتيمتر، لكن لو بالسنتيمترز هتبقى الرول اوف 5 اللي هو زي الامريكان كوليدج يعني. فهو لو يعني نسبه وتناسب يعني دي قد ايه، لكنها يعني 50 من الراس هما اللي محسوسين بس يعني حته صغيره يعني اكتر من تلتين الراس تحت وتلت الراس فوق، ده اسمها يعني ان 2/5 felt abdominal لو تلت بس انت اللي حاسه فوق السيمفيزيس بيوبس، لكن تلتين الراس هما اللي نازلين تحت يعني اكتر الراس هي اللي نازله تحت وحته منها هي اللي موجوده فوق، ده اللي هو 2/5. تس 99 ترو. 100 فولس. 101 ترو. 102 ترو. 103 ترو. 104 ترو. 105 ترو. 106 فولس. 107 فولس. 108 ترو. 109 ترو. 110 ترو. 111 فولس. 112 فولس. 113 فولس. 114 ترو. 114. The whole stages of labor may take 5 hours and still to be considered normal labor. ما احنا قلنا من 4 to 24 hours. لو اقل من 4 hours تبقى اسمها precipitated labor. لو اكتر من 24 hours تبقى prolonged labor. لكن هو normal labor, definition of normal labor, passage of single living cephalic, مش عارف vertex term through the birth canal without any intervention with no complication within 4 to 24 hours. Five hours is a normal labor. فدي true. 115 فولس.
115 progress of labor is measured by the progress of labor في cervical dilatation و effacement و descent مش كده ولا ايه؟ لان هي ممكن يبقى يجي لها frequent uterine contraction لكن ما يعملوا لكش progress of labor. فالprogress of labor بنقول عليه normal progress ولا delayed progress ولا ولا arrest of progress بال cervical dilatation و effacement و descent هما دول. لكن اي حاجة تانية مش ده progress of labor. The progress of labor is measured by frequency of uterine contraction. لا ما هي ممكن يبقى عندها frequency of uterine contraction بس labor is not progressing. Is not progressing well أو delayed progress أو arrest of progress. فهو progress بيبقى بـ cervical dilatation of effacement and descent. فـ 115 دي false. 116 false. 117 true. 118 true. 119 false. 120 true. اوكي كده خلصنا تصحيح الامتحان بتاع النهارده. في حد عنده اي سؤال في الامتحان يا دكاتره؟ اتفضلي يا نورهان. لا تمام خلاص شكرا يا دكتور. في حد عنده اي سؤال؟ اتفضلي. دكتور في 113 هي فولس عشان التايم 30 سواء برايم او مالتي. Maximum duration of the third stage of labor is 30 minutes in primary and half this time in multi. هي دي جملة صحيحة؟ جملة غلط مش كده. مش هو الاثنين هما بياخدوا 30 دقيقة في الاثنين. ما عندناش primary ومالتي. ما خلاص الاثنين بقوا مالتي. ما الاثنين ولدوا. ما البرايمي ولدت. ما فيش. هما الاثنين هما نص ساعة في الاثنين. ما بقاش في difference. انت difference بس في first stage وفي second stage. Third stage الاثنين بياخدوا نص ساعة عادي. اوكي شكرا okay. جدا. اتفضل يا احمد فيها. طيب بعد بيزيد بعد الكراوننج ولا بعد ما يعني بعد الكراوننج التايمينج بتاع التايم بتاع الابزيتوم لو يعني لما بيحصل كراوننج اد كراوننج لان اد كراوننج انت بيبان عندك اذا كانت ابتدى يحصل كراكنج لل يعني البرينيم ده از ريجيد ولا البرينيم ده از الاستيك اند ستريتشنج اوفر ذا هيد. فات ذا تايم اوف كراوننج انت بتاخد ديسيجن ايه هل انت محتاج انك تعمل لها ابيزيوتومي ولا لا. فلو محتاج بتعمله دلوقتي ات ذا تايم اوف كراوننج مش بعد الكراوننج لان بعد الكراوننج خلاص هيبتدي البايبرايتال يعدي. فطالما البايبرايتال عدى انت مش محتاج بقى تعمل ابيزيوتومي ما انت اكبر حاجه عدت. فانت بتعمله قبل ما البايبرايتال يعدي اللي هو وانس انه حصل كراوننج. تمام يا دكتور متشكر جدا لحضرتك وشكرا لتعب حضرتك والله معانا يا جماعة. والله مش كده. أنا بس ببقى عايزاكم أنتوا تستفيدوا الماكسيمم استفادة. الماكسيمم استفادة دي مش هتيجي غير لما أنتوا يعني نحصل لنا interaction على level clinical level. لكن ما ينفعش إن احنا نسأل أسئلة اللي هو وجودية ما يعني اللي هو ليه البروجستيرون بيعمل سنسيتيف بروجستيرون يعمل اتروفي للاندوميتريوم ازاي. ما انت لازم تفهمينا يعني ما هو دي حاجات بيزك. في بيزك كونسبتس كده احنا بنبني عليها. البيزك كونسبتس